بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام والأخوات من أبناء الجالية السودانية بمنطقة واشنطن الكبرى وضيوفنا القادمين من الولايات الأخرى، مرحبا بكم في هذه الليلة والتي عنوانها تحديات ما تبقى من السودان وعلاقة السودانين وآفاق الحلول والتوقعات في محيط ربيع الغضب العربي الذي يجتاح المنطقة. سأدع أمر التقديم المتحدث الإمام السيد الصادق المهدي إلى الأخ عبد الجليل الباشا في مقدمة قصيرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشرك والشيطان القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، والصلاة والسلام على المصطفى الصادق الأمين الذي قال: لو تعلقت همة أحدكم بالسرية لنال. الأخ الحبيب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار، الإخوة قادة العمل السياسي والمدني والإعلامي، الإخوة الأحباب الأفاضل والحبيبات الفضليات في الولايات المتحدة الأمريكية، الضيوف الأماجد، لكم من عند الله تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا ويسعدنا كثيرا ويملأ قلوبنا غبطة وحبورا وسرورا أن نكون معكم في هذه الليلة الطيبة المباركة. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الندوة، وهي تزدان جمالا وابتهاجا ورونقا باحتضان هذا الجمع الكريم، لا سيما ونحن في رحاب أيام عيد الأضحى المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى العطلة، وبلادنا ترفل في ثوب الحرية والعدالة والديمقراطية. نسأل الله أن يرد قربتنا وقربة من في الوطن، فقربة النفس فقربة السفر أهون على النفس من قربة الوطن، بالرغم من أن كلاهما نتائج لأزمة سياسية خلقها نظام مزق البلاد بسياساته الخاطئة وشرد العباد بممارساته الجائرة. ولذلك نحن نلتمس لأنفسنا ولكم العذر فيما قاله سيدنا علي كرم الله وجهه: تقرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل ومنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خيرا له من مقامه بدار هوان بين واج وحاسد. السعادة أكثر في أن يكون بين الظهرانين في هذه اللحظات قائد الرب وربان السفينة حكيم الأمة السيد الصادق الصديق الصدوق، الذي رفع لواء التغيير وجسده في الأجندة الوطنية. نسأل الله له موفور الصحة والعافية، وأن يديمه زهرا وسندا لهذا الوطن الممزق جغرافيا واجتماعيا والمأزوم سياسيا وأمنيا
المنهار اقتصاديا واخلاقيا. لقد كان الامام وما زال وسيظل يرفع لواء التغيير، ولقد قدم من النصح والانشاد لهذا النظام ما لم يقله مالك في الخمر، فعلن لهم اعلانا واسر لهم اسرارا. ولكن حكام اليوم بعضهم كقوم صالح في عدم حب النصح والراسحين، والاخر كقوم نوح في الاستدبار ومطالبه حقائق الواقع في مكابره لم نشهد لها في الاولين ولا الاخرين. اننا نقول ان التغيير اصبح ضروره وطنيه من اجل الحفاظ على ما تبقى من السودان، ومن اجل رفع المعاناه عن كاهل شعبنا الشايف فوق الدبر، ومن اجل ازاله كل مظاهر البؤس والفقر والضرر الماسل في الريف والحضر. ولذا هي مهمه كل الشعب السوداني. اننا نقول للسيد الامام اسهب انت وربك فقاتلا، بل نقول له اؤمر ولن نعصي لك امرا. ساعه بيننا وبينهم سياتونك ساقرين يستجدون كما رفضوه بالامس، فشيبه الكلى نحن منهم والاصل تتبع الفروع. اقول لن يفتر لنا حماس ولن تلين لنا قناه حتى نعيد السودان الى سيرته الاولى كما ورثناه من الاباء والاجداد الذين ضحوا بكل غال ونفيس من اجل الحريه ومن اجل الكرامه ومن اجل العداله ومن اجل الديمقراطيه ومن اجل دوله الوطن التي تسع الكل وتستوعب معطيات الحاضر وتستجيب لتطلعات المستقبل. ايها الجمع الكريم، لعلي قد اسرفت في الحديث، آن الأوان أن تتوارى خجلا لأعطي القوس لباريها، فتقدم أيها الإمام الهمام المقدام لمخاطبة هذا الجمع الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله. ويسرني جدا أن ألتقيكم هذا المساء، فأنا حيثما أذهب للمناطق المختلفة مهما كانت المهمة أحرص حرصا شديدا على إلغاء أهلي من السودان، وأحرص على أن يكون هذا اللقاء مفتوحا قوميا، لأننا في مصلحة الوطن لا نتفرق، كذلك لأنهم لا شك يتشوقون لسماع شيء عن وطنهم الذي لا شك يسمعون عنه كل مأساة حزينة ومحزنة. ولذلك إن كنا نستطيع أن نساهم في تنويرهم عن أحوال البلاد، وكذلك أن نشبع عاطفتهم الوطنية بما نقول، فلنفعل. الأسئلة التي قدمت لي كلها أسئلة مهمة جدا، وسوف أجيب عليها إن شاء الله بالترتيب. وكل همي ليس أن أقنع، ولكن الهم الأكبر أن أسمع. أرجو أن تتابعوها بقلوب واعية وعقول متفتحة، عسانا نجد لأنفسنا مخرجا مما نحن فيه في بلادنا اليوم ممزقة إرابا. وللأسف كذلك مشروعات الخروج من المستنقع مختلفة أي سبب. أبدأ بتحديات ما تبقى من السودان. السودان يواجه أزمات، أهمها هنالك أربع جبهات حروب مشتعلة أو متوقعة، وهنالك بالإضافة إلى ذلك احتقان في الشرق وفي الوسط وفي الشمال، وهنالك تأزم اقتصادي نتيجة لما تراكم من سياسات اقتصادية خاطئة، ذلك لتداعيات انفصال جنوب السودان وما كان من الاعتماد على
البترول ولم يعد موجودا في الحجم الذي كان معتمدا عليه. كذلك هناك تأزم دولي، فلأول مرة في السودان يحتشد في السودان حوالي 30,000 جندي أجنبي، هم في السودان بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وكذلك يعاني السودان من أكثر من 20 قرار مجلس أمن بموجب الفصل السابع، وهذه كلها تعني تأزم دولي، تأزم دولي في الشأن الوطني. هنالك أيضا الآن بصورة أكثر من أي مرحلة مضت حدة في معادلة الدين والدولة ما بين من يرون أن من يختلف منهم في صورة ما كافر ويستحق أن يقتل، وبين من يريد أن يطرد الشأن الديني من الشأن العام. هذه القضايا الآن قضايا محتقنة، والأزمات حولها قائمة، والبلاد بسببها تشقى. ثم هنالك أصداء الربيع العربي الذي هو ليس ربيعا كالموسم كما يعرفونه، هو مش ربيع، هو في الحقيقة تحول تاريخي، تحول تاريخي سمي بالربيع العربي قياسا على ما حدث في براغ أثناء الاتحاد السوفيتي. ولكن الربيع أصلا موسم ينتهي، ولكن ما يحدث الآن في المنطقة ليس موسما ينتهي، إنما تحول تاريخي لا ينتهي. هذا الرد على الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني، علاقة السودانين. اتفاقية السلام، ونحن تقريبا نكون قد انفردنا بنقدها معيبة، قلنا عنها في كتاب صدر عام 2005، فهي وقعت في يناير 2005، صدر هذا الكتاب في يناير في يونيو 2005، نعم لوقف الحرب، ولكن يمكن لما في هذه الاتفاقية من عيوب أن تقود لحرب أكبر من الحرب التي وضعت حدا لها في عام 2005، مثل ما حدث في اتفاقية السلام 1972. فاتفاقية السلام 1972 أنهت حربا كانت قائمة، ولكنها في عام 1983 أشعلت حربا أكبر وأعمق وأخطر. هذا يمكن أن يكون كذلك مصير اتفاقية السلام للأسف. ليه نقول كده؟ وضحنا في الكتاب، لكن أنا بلخص الكلام. البروتوكول ماشاكوس اللي هو البروتوكول الأول قسم البلاد على أساس ديني، هذا أخطر من في الأمر، لأن هذا مهد لتقسيم البلاد على أساس جغرافي. بروتوكول الثروة قسم عائد البترول على أساس جهوي، خطأ جسيم، قلنا كان ينبغي أن نتحدث عن ثروة البلاد ونقسم ثروة البلاد على الأساس الصحيح، ولكن التقسيم على أساس جهوي جعل الذين يرون الانفصال يقولون ننفصل لنستأثر بكل بترول الجنوب. كان بروتوكول الثروة بروتوكول محفز للانفصال. كذلك الاتفاقية، مع أنها سمت نفسها اتفاقية السلام الشامل، علقت الرأي حول ثلاث من أهم القضايا، في جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق، باعتبار أن هذه مناطق
سوف تحسم مصيرها بيي تقرير مصير جنوب النيل الأزرق جنوب كردفان مشروع شعبية. والمشروع الشعبية موضوعة بشكل: هل تعتقدون أن اتفاقية السلام هذه قد أنصفتكم أم لا؟ إذا الاتفاقية علقت الاتفاق بشأنها بشأن الاتفاقية نفسها على أساس قرار في الغيب. واتفقت اعترفت الاتفاقية بوجود مشاكل حدودية خطيرة جدا في الجبلين، في حفة النحاس، في حدود مناطق البترول، في هذه المناطق كاكا التجارية، كل هذه المناطق مختلف على الحدود فيها. وتم تكوين آلية، لجنة سموها لجنة فنية لحل هذه المشاكل. هذه المشاكل ليست فنية، هذه المشاكل سياسية. ولذلك لم تستطع اللجنة الفنية أن تحسم هذه المشاكل، وظلت صارت وبقيت واستمرت معلقة. كذلك كانت الاتفاقية ثنائية، أبعدت القوى السياسية ذات الفكر والتجربة المتراكمة من تاريخ السودان في استقلاله وفي ثورة أكتوبر وفي ثورة أبريل، كل هؤلاء أبعدوا باعتبار أن الأمر لا يعنيهم. وانحصر الأمر الاتفاق بين حملة السلاح وحدهم. وطبعا كان هذا نهج الثنائي نهج خاطئ، لأنه أعطى الطرفين حق النقد في الاتفاق، ولم يترك جهة داخلية وطنية يمكن أن تساهم في الحل بينهما. وهذا كان أيضا من أخطاء هذه الاتفاقية. وفي 6 سنوات كانت عبارة عن حرب باردة بين الطرفين، يعني لم يهدأ بينهما أصلاً في السنوات 6 العلاقة، بل كان الأمر أشبه بحرب الديك سك الديك، حرب الديك سك الديك، يعني المناقرة والمناوشة والمشاكسة، حرب باردة على طول السنوات 6. ومن أسوأ ما في الأمر أن هناك نزعة من بعض الجهات في المؤتمر الوطني غرست فهما ونهجا عدائيا تقوم على أن هؤلاء الجنوبيون لا يشبهوننا، هم سرطان، الخلاص منهم ضروري وممكن إلى آخر هذه المعاني، ما تبنتها بصورة فظة جريدة الانتباه. وفي المقابل كانت بعض الصحف الناطقة باللغة الإنجليزية تتحدث عن أن السودان الجنوبي تحت الاحتلال الشمالي. طبعا هذا ليس صحيح، الجنوب دخل مع الشمال اختياريا في وضعه، لأنه في مؤتمر جوبا تم التفاهم على المستقبل الموحد للسودان، ثم في إعلان الاستقلال اتفق على أن يكون السودان واحد، واتفقت القوى السياسية الجنوبية والشمالية، وهكذا. فالموضوع كان اتفاق، ما في احتلال. لكن على أي حال النهج الصقوري هذا الصقري أدى إلى أن تتراشق هذه العبارات بين الانتباه وما قالت وتقول، وبين الكلام عن أن الجنوب تحت الاحتلال الشمالي. لذلك ولهذه الخلفية صار للأسف الانفصال حتميا. والمؤسف أن هذا الانفصال الحتمي لم يستعد له بآلية للنظر في القضايا المعلقة، ولم يستعد له بشيء. صار كأنه مفاجئ، مع أن كل هذه المقومات كانت تدعو إليه وتقوم نحوه. لذلك للأسف
صار الانفصال مع وجود تلك المشاكل خطوة نحو حرب جديدة بطبيعة هذه الظروف. الحرب الأخيرة بدأت حول الانتخابات الملحقة في جنوب كردفان. نحن كان رأينا أن هذه الانتخابات باطلة، إلغاء، ظروف غير مناسبة، أحوال متوترة، والبلاد مستقطبة إثنيا عرقيا. وصار طرف يقول هارون ولا القيامة تقول، وطرف يقول النجمة أو الهجمة. في جو زي ده انتخابات لا تحسب الأمر، لأن المناخ من هذا النوع ده مناخ يقوم على المواجهة ويقوم على احتمال انفجار وحرب، لأن كل طرف يقول يا يؤيد موقفي يا سوف أقوم بعمل عدائي للآخر. وعندما تمت الانتخابات وكان في نظرنا الانتخابات تدور على استقطاب تام مناطق جنوب كردفان أو جنوب الجبال، صوتت في الغالب للأخ عبد العزيز الحلو، ومناطق الأخرى صوتت في الغالب للأخ أحمد هارون. ومهما كان من أمر فالانتخابات أكدت حقيقة اختلاف إثني حاد ومواجهة إثنية حادة. وكان الواجب التنبؤ لهذه الحقيقة وتجنب هذا المنظر، لأن الانتخابات في العالم أصلاً هي إما أن تحل مشكلة أو تخلق مشكلة، فهذه كانت انتخابات من باب خلق المشكلة. التداعيات ما حدث بعد الانتخابات في جنوب كردفان اتجهت مباشرة للحرب. لماذا؟ لأنه في تصور المؤتمر الوطني أنه بعد نهاية الفترة الانتقالية لا وجود للحركة الشعبية والجيش الشعبي في جنوب كردفان، باعتبار أن جنوب كردفان جزء من الشمال. ولكن جنوب كردفان في حقيقة أمره نعم جزء من الشمال، ولكن تركيبته السياسية فيه وجود للحركة الشعبية قطاع الشمال، وفيه وجود لقوات مسلحة هي تابعة للجيش الشعبي نعم، ولكنها في حقيقة أمرها شمالية، ولا يمكن أن يطبق عليها تلقائيا أنها صارت جزء من الشمال وخاضعة للقرار الشمالي. كان ينبغي قبل أن يتخذ أي قرار في شأن هؤلاء كان ينبغي أن يتفق على المشورة الشعبية وماذا تعني، وبموجب ذلك تحدد مصالح ومطالب أهل الإقليم التنموية والإدارية والخدمية، ويحدد كذلك مصير القوات المسلحة التابعة للجيش الشعبي. هذا لم يحدث واتخذت إجراءات كأنما الأمر منتهي بدون قرار اتفاق سياسي، وهكذا رفض الجيش الشعبي قطاع الشمال اللي هو الجيش الشعبي المعروف، رفض تسليم سلاحه بعد أن أمر بأن يسرح، وهذا من تداعيات أدت في النهاية إلى اشتعال الحرب. وطبعا نفس المنطق ينطبق على جنوب النيل الأزرق، فاشتعال الحرب في جنوب كردفان تلقائيا أدى إلى اشتعال الحرب في النيل الأزرق بنفس المنطق. حدث كما قد سمعتم أن ذهب وفد من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لأديس أبابا، واتفقوا مبدئيا على ما كان يمكن أن يحتوي الموقف، ولكن قيادة المؤتمر الوطني ألغت رفضت
هذا الاتفاق، مما فتح الطريق إلى الحرب. الحرب دي اللي طلقت من جنوب كردفان ثم جنوب النيل الأزرق تعززها حرب معلقة في منطقة أبيي، منطقة أبيي منطقة حرب معلقة، والأمر فيها قائم على تربص طرفين يمكن أن تشتغل فيه الحرب في أي وقت، لأن الأمر قائم على تعليق الحرب كما قلت حرب معلقة وليست سلام. ده بيعني أنه نحن أمام موقف خطير، ونحن كنا في احتفال جنوب بقيام الدولة الجديدة، وفيه تحدث الرئيس سالفا كير وقال ما معناه، وكان حاضر كل قيادات القمر الوطني وغيره، وقال نحن لا يمكن أن ننسى أهلنا في هذه المناطق، حاربوا معنا وقضيتنا كانت واحدة، صحيح استقل الجنوب ولكن لا يمكن أن ننسى علاقتنا بهم، نشقى بشقائهم ونسعد بسعادتهم ونبكي لبكائهم ونضحك لضحكهم. ده كلامه اللي هو طبعا معناه أنه القضية سوف تنعكس مباشرة على العلاقة ما بين الشمال والجنوب. وبالحرب التي بدأت قدم المؤتمر الوطني شكوى لمجلس الأمن بأن الحركة الشعبية أو حكومة الجنوب تدعم عناصر متمردة في شمال السودان، وهذه الشكوى طبعا واجهتها أيضا شكوى أخرى من أن المؤتمر الوطني يقصف بالجو، يقصف مناطق في شمال جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ويقصف أيضا لاجئين من جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وده بقت في مواقف واضحة من المواجهة المسلحة وشكوى لمجلس الأمن من الطرفين. الحرب القادمة إذا اتخذت طريقها هذا، قدر كثير من الخبراء أنها ما تكلف السودان الشمالي والجنوبي، تكلف الاثنين 140 مليار دولار، وستكون حرب قارية لأنه حيحصل استقطاب ما بين العناصر المختلفة والدول المختلفة، استقطاب إقليمي واستقطاب دولي وإلى آخر هذه الاحتمالات الواردة. إذن اتفاقية السلام 2005 بما فيها من عيوب كما قلناها وركزنا عليها وقلنا إنها ستقود إلى حرب أسوأ تماما، كما أن اتفاقية 72 أدت إلى حرب بعد 10 سنوات منها، هذه يمكن أن تؤدي إلى حرب أكبر وأخطر بعد 6 سنوات منها، 2005 2011. لا شك أننا كنا وما زلنا نعتقد أن العلاقة بين شمال السودان وجنوبه كان ينبغي أن تقوم على أساس توأمة، علاقة خاصة تخدم مصلحة الطرفين وتؤدي إلى تكامل بين البلدين. وهناك كثير من العواطف التي عبر عنها الجنوبيون فيما يتعلق بأنهم سموا أنفسهم
بدل أي تسمية أخرى تسمية فيها انتماء مشترك للسودان، جمهورية جنوب السودان. وكذلك في النشيد الوطني أدخلوا في النشيد الوطني عبارة كوش، وكما هو معلوم كوش حضارة مركزها في الشمال، وهذه كلها معاني تشوق لأصل مشترك. ولكن على كل حال السياسات والمساجلات التي جرت تؤدي الآن إلى حرب بالوكالة، ولكن قد تؤدي إلى حرب مباشرة، لأن الحرب للأسف عند هذه النزعة أن تتكون والحرب أولها كلام، وفيها دائما زي ما يقال معظم الشر معظم النار من مستصغر الشر، معظم النار من مستصغر الشر. نرد على السؤال الثاني آفاق الحلول والتوقعات. ما في شك أن الذي حدث هذا وهو مدعاة لما ذكرنا من مخاطر يؤدى ويؤدي حتما إلى نظرة بحث عن حلول لهذا التأزم القائم. الحلول، السيناريو للحلول قائم على أربعة سيناريوهات. النظام يدرك الحاجة لوجه جديد، فيس ليفت، نيو لوك، صار يدرك هذا، وصار كثير من قادته يتحدثون عن ذلك ويتطلعون إليه، وعناصر بداخله تتحدث بلغة متعلقة بهذا الفيس ليفت أو النيو لوك. ولكن الروشتة الحكومية لم تتطرق لمراجعة أساسية للسياسات ولا لمراجعة أساسية للهيكل، بل يتحدثون عن حكومة عريضة. وأنا أعتقد أن هذا التحدث أو هذا التطلع لحكومة عريضة فيه زي ما قلنا العبارة السودانية المعروفة، يعني يمشطوها في دولتها، ما في تغيير حقيقي لا في السياسات ولا في الهيكل. طبعا مع الكوفيرات دي توزيع الموضوع دي ده سيناريو الحكومة العريضة الذي تتطلع إليه. وأنا في الحقيقة وصفتها في أوصاف إحدى الأغنيات السودانية، غيب وتعال تجانا نحن، تجانا نحن لا غيرتنا الأيام ولا هزتنا محنة. ده التوجه الحكومي. في السيناريو الثاني، سيناريو كودر، والإخوة دول هم يمثلوا عدد الحركات المسلحة، اتفقوا على أن البندقية تتحد لتسقط النظام وتكون بديل له، كما صدر الآن في بيان أول وبيان ملحق ثاني صدر في 2011. البيان
احدى السيناريو ده في ظروف السودان الحاليه ممكن ان يؤدي الى مخاطر يجب ان تحسم. فاولا بالنسبه لنا نحن كلنا نعتقد ان المطلوب من القوى السياسيه كلها ان تجتمع مره ثانيه في حاجه اشبه بأسمرة 2 مثل ما حدث في أسمرة 1 كان اتفاق تم سنة 1995. كنا نطلع إلى أسمرة 2 تتفق القوى المدنية والقوى الأخرى حول أجندة واحدة واستراتيجية واحدة. للأسف هذا لم يحدث. فإذا نحن أمام اتفاق البندقية. اتفاق البندقية معناه بدون مشاركة أوسع، ده معناه أن البندقية الحاكمة هتستبدل بدل الحكومة البندقية المعارضة، وحنلقى نفسنا أمام هذا التراشق بين البندقيات الحاكمة والمعارضة، وده غير صحيح لأنه غير صحي. المطلوب كان ينبغي أن يكون في اتفاق استراتيجي بين القوى السياسية حول المستقبل. كذلك التوقيت خطأ. ليه التوقيت خطأ؟ التوقيت خطأ لأنه يتزامن الآن مع حرب محتملة شمالية جنوبية، فيمكن أن يجير على أنه لصالح ما يحدث في الجنوب. وده توقيت خطأ لأنه نحن ما عايزين ما يحدث في الشمال يبقى مجرد صدى لما يحدث في الجنوب. لابد أن يكون لما يحدث في الشمال قدراته ومنطلقاته الذاتية. ولكن أسوأ من ذلك أن السودان الآن للأسف مهما كان رأي القوى التي تريد التغيير مستقطب. جبال النوبة فيها استقطاب، جنوب الديار الأزرق فيها استقطاب، دارفور فيها استقطاب، استقطاب إذني بلون الأضاني. وده خطر جدا لأن السودان زي ما أنا قاعد أقول دائما، السودان أصلا حقيقة ينبغي أن يكون قهوة بلبن، لا قهوة براء ولا لبن براء. لكن في الشكل ده حيبقى فيه طرح آخر ويحصل هذا الاستقطاب، وللأسف هذا الاستقطاب سيجر الناس لاستقطاب ما سياسي، ما فيه محتوى سياسي، استقطاب دائم على محتوى إثني. ده مش لأنهم هم عايزين كده، ولكن لأن الواقع كده، الواقع فيه هذا المعنى. عشان كده نحن بنعتقد أن التوقيت خطأ. السبق وجود اتفاق نحن كنا نتوقع كما قلت لتشاور بين الأطراف كلها عشان يتفقوا على استراتيجية تزيل أي اتهام بأن هذا الموضوع هو مجرد مخلب قط لحكومة الجنوب، وتزيل أي اتهام بأنه هو إمعان في الاستقطاب الإثني. للأسف هذه المعاني لم تراعى، ولذلك وارد جدا أن يكون ده من أكثر الأشياء التي ترتفع أو يرتفع بها المؤتمر الوطني في أن يجير موقفه على أساس هذا الانقسام. وده في رأينا مسلك سياسي خاطئ توقيتا ونهجا. وطبعا المشكلة في دي أنه بالوقت أي حدث حصل في 2 من زعماء حزب الأمة في منطقة التمازين كانوا ماشيين لمشغل وجو هوجموا وقتلوا رحمه الله، الأخ الضيب والأخ أسامة. ولكن هذا الموضوع الآن مجير على أساس أنه جزء من الاغتيال بالهوية. الاغتيال بالهوية مش بالموقف السياسي، وده حيكون جزء من المسرح السوداني للأسف الذي يمكن أن ينحدر وينحدر في هذا الاتجاه. يعني الموقف ده شكله ده كما قلت فيه ما فيه من احتمالات أن يحصر ما حدث بالاتفاق
قوة في هذا الإطار، وده إطار مهما كانت نوايا الأشخاص المهنيين سيؤدي إلى استقطاب حاد جدا، ليس استقطابا سياسيا كما ينبغي، لدينا الاستقطاب مو سياسي، عندنا حيكون استقطاب مش إثني. السيناريو الآخر الذي له سيناريوين، الأولاني بتاع الحكومة العريضة وده بتاع توحيد البندقية، والسيناريو الثالث هو سيناريو الانتفاضة الشعبية، وهذا كذلك وارد. وفي قراءة للواقع الحالي لن يكون يعني هذا الموقف وارد، وفي جهات كثيرة تعبي الناس في هذا الاتجاه من شباب كل الأحزاب، مش يعني شباب حزب معين، شباب الأمة، شباب الاتحاد، شباب الشيوعي، في شباب كثير جدا شغال، وفي شباب طبعا بتاع شباب من أجل التغيير وقرفنا، وكل هؤلاء شغالين في الأجندة دي، وهذه أجندة واردة يعني ظروف مماثلة لما حدث في المنطقة العربية. بس نكون معلوم أنه هذا السيناريو الوارد حدوثه مش حيكون زي تونس ولا زي مصر في السلاسة، وإنما حيكون مثل ليبيا واليمن وسوريا، لأن النظام صار مستعد، ومعنى هذا أنه حيكون في هذه المواجهة المحتملة. المخاطر في السودان ما زي في المناطق دي وحدها، لأن المخاطر في السودان مش بس سفك دماء، مخاطر في السودان، السودان الآن التركيبة بتاعته السكانية هشة جدا، ولذلك يمكن أن يؤدي الأمر للتشظي والتدوير، التشظي والتدوير، خصوصا أنه بعد التجربة بتاعة ليبيا شهية نيتو انفتحت، وبقت عندها هي استعداد لأن تلعب دور في المنطقة في تشكيل المنطقة. والشخص اللي كان دفع للموضوع ده أكثر من غيره اللي هو برنارد فيفي، هو صديق من أصدقاء ساركوزي في فرنسا، وهو اللي دفع في الاتجاه ده، وكان هو دفع في الاتجاه ده. طبعا افتكر أنه ساركوزي شعبيته مدنية، وافتكر أنه لو عمل ناجح في ليبيا حيرفع من أسهمه، وبالفعل ده حصل. لكن المهم ده خلاه صار يتكلم عن حق التدخل، حق التدخل. الأمم المتحدة تكلمت عن حاجة أخرى، responsibility to protect، اللي هي واجب الحماية، بمعنى واجب حماية المدنيين من حكوماتهم. لكن ده دلوقتي ده صبغة أخرى، وحق right to intervene، حق التدخل. طيب نحن موقفنا شو؟ غير دلوقتي ثلاثة سيناريوهات، المؤتمر الوطني والكاوجا والشباب، احنا ما هي رؤيانا في هذا الموضوع؟ نحن بنقول مهما كان من شأن خطة كاوجا، مهما كان يعني من شأنها ومن رؤية من يروا فيها رأيهم والانتفاضة، فإنهما سوف تشكلان ضغطاً، هما سيشكلان ضغطاً على النظام، بالإضافة للأبعاد الدولية، في ضغوط، دي كلها ضغوط، إذا ما قبل أن تصل لأي نتائج هي بتشكل ضغوط، الحركة بتاعت كاوتا والحركة بتاعت الشباب والمواجهة المحتملة الدولية. في بلدان أخرى الضغوط أدت إلى اتفاق على مخارج، حصل ده في تشيلي عندما بلغت الضغوط درجة معينة، وكذلك إسبانيا، وكذلك البرازيل، وكذلك الأرجنتين، وفي أوروغواي،
القيادة المعنية الضغط وراء الخروج منه باتفاق على خريطة طريق لتحول ديمقراطي. وده طبعا كان نفس السيناريو الذي وقع في السودان في أكتوبر 64 لما الضغط وصل درجة معينة. الفريق إبراهيم عبود اتصل بنا، جلسنا في مائدة مستديرة وعملنا خريطة طريق للتحول الديمقراطي. فالسيدة ميشيل باشليت اللي هي رئيسة شي دعيت في مؤتمر في القاهرة شهر، وقالت هي عايزة تتكلم للربيع العربي عن تجربة ودروس من أمريكا اللاتينية حول التحول الديمقراطي. وما قالته هو يشبه هذا الكلام، أنه أمام درجة معينة من الضغط يحدث تحول ديمقراطي بموجب هذا الضغط، وهي اعتقدت أنه هذا أسلم أسلوب للتغيير الديمقراطي إن كان الضغط بلغ درجة معينة. حزب الأمة يقوم بتعبئة هائلة داخليا، احنا دلوقتي منبر لكل مما ينبر له كل كلام الجزيرة، يعني جماعة السدود واحتجاجاتهم، مزارعين الجزيرة واحتجاجاتهم، مزارعين القطائف، مزارعين من الرهد، المشردين المطرودين من الخدمة إلى آخره، كل هؤلاء نحتضنهم، وكذلك سداد الشايب والكشاف بتاعاتي، كل هؤلاء بنعمل أو عملنا على أنه نديله منبر يتكلموا. ففي تعبئة مطلبية، في تعبئة سياسية في كل أقاليم السودان وخارج السودان. نحن نكاد ننفرد بأننا نحضر كل المؤتمرات المختلفة في المنطقة العربية والأفريقية والإسلامية، ونتكلم من المنطق ده. فالمنطقة اللي بنتكلم بيه اللي بنعبي الناس من أجله، ومش بس مجرد تبني هذه المطالب، ولكن طرح ما نسميه الأجندة الوطنية. الأجندة الوطنية بتقوم من 7 نقاط تلخيصها بسرعة. النقطة الأولى دستور جديد للسودان عريض. النقطة الثانية علاقة خاصة مع الجنوب سميها توأمة. النقطة الثالثة حل مشكلة دارفور بما يتجاوز الدوحة وما يستجيب لمطالب أهل دارفور التحديدية. النقطة الرابعة كفالة بالحريات وحقوق الإنسان. النقطة الخامسة إصلاح اقتصادي جذري. والنقطة السادسة تعامل واقعي مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن هذا أساس المحاسبة والرسالة. والنقطة الأخيرة السابعة هي هيكل جديد للدولة من أعلاها إلى أدناها لتقيم دولة الوطن في مقام ومكان دولة الحزب. الأجندة الوطنية بهذا الشكل. نحن كما قلت نعمل على التعبئة من أجلها ونناقش هذا مع كل الناس بأمل أن يلتف الناس حولها باعتبار أن هذا هو البديل. ونحن بنقول بدل الشعار الشعب يريد إسقاط النظام، بنقول الشعب يريد نظام جديد. الفرق بينهما أن الكلام ده مبني على السلبي، إحنا بنبني على الإيجابي. والسبب أن الناس اللي حققوا إسقاط بالسلبي بعد ما أسقطوا النظام بعد ما تلفتوا ماذا نفعل؟ إحنا نتكلم أنه قبل يكون في أي تحرك يجب أن نكون عارفين ماذا نريد، وده مفصل ومفضل في تقديرنا في الأجندة الوطنية. الشعب يريد نظام جديد. النقطة الرابعة الربيع العربي. نحن بنعيد نفسنا صورة مختلفة من كثير من الإخوان في الحركة السياسية السودانية، أننا كنا على متابعة مستمرة في الموقف اللي بيحصل العالم العربي وأفريقيا والعالم الإسلامي حول التحولات.
وبالفعل أنا كعضو في نادي مدريد كان هنا عندنا بعثة بتجول حول العالم العربي، واستمرت تجول حول العالم العربي من 2006 لغاية 2008. وبعد الجولان ده جمعنا في كل واحد من هذه البلدان المعارضة والحكومة، وقلنا أعلننا في البحر الميت في يناير 2008 أنه يجب أن يحصل تحول ديمقراطي للتفاهم بين القوى المعنية لإزالة الاحتقان، وإلا سيحدث انفجار، لأنه كان واضح لنا أن الأمور مستقطبة. ولذلك كنا متابعين الموضوع ومدركين أن المسرح مستعد من حيث القهر والفساد والعطالة. أغلبية السكان شباب وأغلبية الشباب عاطل، ولكن كفاءة الأجهزة القبلية كانت قادرة على أن تمنع أي تحرك من المظاهر التقليدية أحزاب ونقابات، لكن تمنعها لأنها تخصصوا في ده وبدوا فعلاً أي ناس حركوا بيقمعوه، وده اللي خلى أنه استمرت الحكومات القهرية المكروهة دي لمدة طويلة، لأنها بقت عندها وسائل كنترول محكمة. ووسائل كنترول أي ناس يتحركوا، أي ناس يعملوا شيء، أي ناس يفرفروا يقدروا يحتوون بسرعة. فده خلى النظم دي تستمر 30 سنة و 40 سنة لأنه في هذا الكنترول. الكنترول ده طلع عليه شيء جديد. الشيء الجديد هي التكنولوجيا الحديثة. التكنولوجيا الحديثة دي بما فيها من وسائل التخابر والتواصل الاجتماعي، بما فيها من الخلوي، بما فيها من الفضائيات، بما فيها من هذه الوسائل، مكنت شباب فكر بصورة مبدعة وعبقرية، فكروا في أن يخترقوا الأمن بصورة ما متوقع، زي الحكاية بتاعت لو تسمعوا أو إذا بعتوا الأسطورة بتاعت أخيل قدم أخيل أحد يعني أبطال اليونان، وكان يعني كله مغطى بالدروع، ولكن في قدمه بورا في فجوة صغيرة اسمه باريس، واحد من أعدائهم كان عنده سهم مسموم، ولذلك ضرب الأخيل في حتة دي، عشان كده بقت مثلا قدم أخيل نقطة الضعف. فنقطة الضعف صارت أنهم ما عارفين، ما متابعين هذه الوسائل الحديثة، فده استغلوا هذه الوسائل الحديثة عشان يعملوا تواصل وتشاور وتعبئة واحتجاج. والأمن ما استطاع أن يتابع، بل استخف بهم أولاد رئيس الوزراء المصري. والله جماعة دي نديهم بونبون، يعني نديهم حلاوة يعني يسعدوا بالرحلة فيها. الشاهد هذا الاحتجاج أشعلوا استقتال محمد أبو عزيزي سيد الوزير وخالد سعيد الإسكندرية، ودي كانت قدعات. ولكن الطريقة، الشيء الذي مكن هذه القدعات من أن تشعل الأمر في سور تونس ثم في مصر، هو هذا الأسلوب المبتكر الذي لجأ إليه هؤلاء الشبان. الشبان اكتشفوا سلاح جديد، صار احنا دلوقتي في مؤتمرنا اللي كان عملناه في نيويورك، مؤتمر ناقش الاثر السياسي لهذه التكنولوجيا الجديده. وزي اتفقنا كلنا على انه التكنولوجيا الجديده دي بقت وسيله جديده من وسائل التغيير، مش زي زمان بس الاضطراب العام والاضطراب السياسي والاعتصام بس، ده اسلوب جديد للتغيير. والتواصل الشبابي ده، التواصل الشبابي والتجاوب المليوني
لما تراكم من مظالم والدرع البشري المليوني والصمود والرافع الإعلامي والتعلية الإعلامية والضمير العالمي، لأن ضمان الضمير العالمي تطور. زمان ما في حاجة اسمها responsibility to protect، ما في حاجة اسمها، كان ده كله جديد. فده أيضا الضمير العالمي. الخلطة دي صارت أداة جديدة، وسيلة جديدة من وسائل التغيير. إذن في تقديرنا هذه موجة حتمية وسوف تعوم المنطقة مثل ما حدث في التخلص من الاحتلال الأجنبي، وإن اختلفت الوسائل السودان في رأينا ليس استثناء، وإن تعقدت ظروف. في المحاضرة أنا عملتها في نيويورك وحضروها أعضاء نادي مدريد وخبراء، قلت النقاط الأكبر وأفتكر أنها هي صحيحة، أنه حتمية التحول في المنطقة مهما كانت الثورة المضادة، شعبية الإسلاميين يجب أن يعترف بأنه في شعبية للحركات الإسلامية، سببها أن النظم ساهمت في ذلك لأنها اضطهدتهم واستخدمتهم فزاعة أمام الغرب، فدهم شعبية زيادة. المنطقة كلها شهدت الفشل، يعني المنطقة كلها تونس مصر ليبيا شهدت الفشل تحت رايات وضعية، إلا السودان شهد الفشل تحت راية إسلامية. ده الفرق بين السودان وبين هذه المناطق. الإطاحة المفاجئة بدون قيادة وبدون برنامج محدد ربما أدت إلى حالة فيها فوضى، والفوضى سوف تستدعي المنتظر تدخلا عسكريا. لكن تجربة تونس في الحكاية دي كانت راشدة لأنها ما سمحت بفوضى، ولكن ممكن يحصل. لكن في تقديري أنه حتى إذا حصلت محاولة من هذا النوع هتحصل توبة ثانية، لأن الأسلوب بقى معروف وجدت في آلية للتعامل مع القمع. بعدين فيما يتعلق بالقوى الإسلامية، في تقدير مهما كانت صفة من تفرزهم الانتخابات، مهما كانت بالمنطقة اللابسينة والعمة اللابسينة، أيا كانت صفة من سوف تفرزهم الانتخابات، هناك حتميات في رأيي تفرض نفسها من أجل النجاح، وهي واحد لا بد من دستور توافقي، لأنه في مشكلة وحدة وطنية في بريطانيا، دولة مدنية، معادلة جديدة لموضوع الدولة والدين، حقوق إنسان ثابتة، ديمقراطية اجتماعية، تقوم بموضوع العدالة الاجتماعية، أن يكون الجيش محجم في دوره كجهاز كجزء من الجهاز التنفيذي ولا يستغل سياسيا، علاقات خارجية تقوم على ندية، ومراجعة قضايا السلام تقوم على أساس العدل. في تقديرنا أيا كان من يحكم حيضطر أنه يستجيب لهذه الأهداف وهذه المعادلات. نحن هنعمل شنو إذا ظاهرة نحن الناس عندنا تجارب وعندنا خبرة، ماذا نفعل إذا هذا الربيع العربي والمخاطر التي قد تعرض لها؟ الآن نحن ندعو نرتب لمؤتمر في ديسمبر في القاهرة، ندعو فيه كل الطيف الإسلامي عشان يجيب على سؤالين. السؤال الأول، ماذا نعني بدولة حديثة مدنية ذات مرجعية إسلامية؟ رد على السؤال الثاني، ما هي الدروس المستفادة من التجارب الإسلامية المعاصرة في أفغانستان، باكستان، السودان، تركيا،
إيران، ماليزيا، غزة، يعني إندونيسيا. هذه هذا السؤال، الرد على السؤال مبني على هذه التجارب والاستفادة منها. ده هنعمله إن شاء الله دوليو في منطلق أنا بصفتي رئيس منتدى الوسطية العالمي. كذلك إحنا ماشيين الآن في تشبيك الحركات المعنية، والتشبيك هذه الحركات التي تواجه الربيع، ونعتقد أن هذا التشبيك سوف يمكن من تبادل الخبرات واقتراح وسائل الخروج من المطبات. الموضوع الثالث أنا اقترحت وسيحدث إن شاء الله للمؤتمر، مؤتمر نادي مدريد، أنه نعمل مؤتمر خاص لبحث أسس مراجعة العلاقة الدولية. لا يمكن للقوى الجديدة في المنطقة أن تذعن لعلاقات دولية كما كانت مع الطغاة، فلا بد من مراجعتها على أساس جديد مدي، ولا بد أيضا من مراجعة خريطة الطريق نحو السلام أيضا يقوم على أساس السلام العادل. إحنا نعتقد أنه دلوقتي مشكلة، ناس كثير بيتكلموا عن التكنولوجيا، التكنولوجيا المادية آلية، ما في مشكلة. المشكلة دلوقتي في ضرورة الإبداع بقوة جديدة، لأنه الآن صار مش بس في فشل للدول الطغاة، ولكن أيضا في فشل في الدول الديمقراطية نفسها. السبب اللي أدى طبعا إلى أوكيباي وول ستريت وإلى مسألة أوكيباي لندن ستوك إكسشينج والكلام ده كله، السبب أنه في إحساس كتب عنه كتب كثيرة جدا وصحيحة، أنه يعني طغيان المال أدى إلى تشويه الديمقراطية بحيث أنها لم تعد تحقق أهدافها. وما في شك أنه بقى فيه غضب شديد جدا شبابي، صحيح هو بيشبه ما كان من احتجاجات في سياتل وغيرها من الموضوع بتاع الشباب، لكن بالوقت أخذ شكل آخر وصار كأنما في كل هذه المناطق هذا الاحتجاج أشبه بالميدان تحرير، يقولوا كده يعني. فصار في ميدان التحرير قدوة للشباب، وول ستريت، بورصة لندن، وألف مدينة، ألف مدينة اللي في الغرب حصل فيها في إسبانيا في إيرلندا وغيرها. المهم في الموضوع ده كله أنه عندنا نحن الآن هذه الظاهرة التي فيها استطاع هذا الشباب أن يبدع أسلوب جديد للتعامل مع الخلاف، وأسلوب جديد في التطلع للتغيير، وده بقى عنده وجود في المناطق اللي هي ديكتاتورية تقليدية والمناطق اللي فيها شقاء وشكوى من انحرافات التجربة الديمقراطية نفسها بسبب طغيان المال. في الختام أنا أعتقد أنه نحن حزب الأمة قرارنا ده مش رأي الصادق وزيد وعبيد زي ما بعض الناس يحلون، ده قرار حصل له مناقشة من قاعدة لفوق، اختلفوا الناس كل واحد كان واحدة عندهم رؤى مختلفة، لكن في النهاية ده رأي حزب الأمة، رأي ما فردي وليس إحنا ما نطرح ما نطرحه للإملاء، لكن بنطرحه على أساس ده رأي قطاع من السودانيين درسوه وبيروا هذا الطريق الأفضل. ما نقول الآخرين ماشيين بوسائل تانية يعني ما وطنيين ولم نعمل على أننا نهدي موقفهم، لكن بس بنقول إحنا بنعتقد الطريق الأفضل. بعدين النقطة الثانية اللي أنا عايز أختم منها بها أنه السودان في خطر شديد جدا. أنا بجيت حيثما حاضر ألقى ناس كتار جدا مشغولين بأنه أنتم بفاضل سويتوا شنو وتعملوا شنو وكلام
نحن نتكلم عن الماضي بدل ما نتكلم عن القضية الحالية. احنا بنعتقد انه في الماضي ما عندنا حاجة نخشى منها ولا نحذر منها، بالعكس احنا من سنة 98 طارحين انه لازم نعمل آلية نسميها وطنية، نسميها للحقيقة والمصارحة والإنصاف. ما قدرنا نقول هذا الكلام، ولذلك الماضي ممكن نوديه هناك عشان الناس يبحثوا فيه. على كل حال بنقول هسنا موضوع الناس اللي بيتكلموا سويتوا وقلتوا انت الكلام، هسه نحن قدام خط قدام الحديقه تسوي فيها شنو؟ ده الموضوع المحتاج في راينا الناس يفكروا مع بعض. الحديقه قامت وجايه تتهمنا كلنا، نسوي شنو؟ ممكن كل انسان يكون عنده تصور العايز يجري والعايز يطفيها، كل دول عنده او جهه عندها طريقه كده. المهم ده التحدي، انه السودان امام هذا الموقف، السودان في خطر شديد، و واجبنا اننا نفكر جدا في ماذا نفعل لتجنب هذا الخطر، لان السودان وارد جدا ان يتفكك وان يخضع للوصايا الدوليه. انا بعتقد انه يعني الكلام بتاع انه انتم يعني زي كانكم ما مشغولين بقضايا الهامش مش صحيح، لان كل قضايا الهامش في دارفور وفي يوم قرطبان وفي يوم المياه الازرق كلها متبنينها، كل الموضوع ده موثق ما محتاج للكلام زياده. والكلام عنكم انتم تتكلموا عن الناس زرقاء وهم العرب برضه مش صحيح. نحن بنعتقد اننا كله في تجربتنا، مثلا في دارفور النواب حزبهم كانوا 34 في سنه 86، اغلبهم كانوا من العناصر غير العربيه، بيعكس الواقع الدارفوري. والحاكم باسم حزب الامه في الحالتين كان الاول عبد النبي علي احمد الله يرحمه برداوي، والثاني استياني سيسي فوراو. ولذلك يعني ده كلام يعني حقيقه ما بيرقى الى الجديه. على كل حال احنا نعتقد اننا في كل المسائل دي تبنينا قضايا الهامش ومطالبه في الجنوب، في دارفور، في جنوب كردفان، في جنوب المياه الازرق. ووثائقنا نحن عندنا وثائق، كل كلامنا موثق، ما في حاجه انا بقولها هسه يعني كلام مراكبين، كل واحد من الكلام اللي بنقول ده مبني على شرايين وثائق. على كل حال ده هسه نحن ما دارين يعني الا اذا يعني في ناس طلعوا في راسنا وقعدوا ينجزوا ويتكلموا نتكلم فيهم، لكن اذا غير كده احنا بنعتبر انه دلوقتي الوقت آن وأزف نتكلم على الخطر الداهم المشترك الجاي على السودان. نحن بنطرح صورة، في ناس يطرحوا غيرها، نحن بنتفق يعني بنتفق نحن هدفنا، يتفقوا الناس على الهدف المشترك ويتفقوا على أنه ممكن الناس يطرقوا هذا الهدف بوسائل مختلفة. ممكن، لكن على أي حال لازم يتفقوا على الهدف. اي تحرك غير الدفاع عن الهدف ما عنده معنى، لانه معناه الناس دايرين يفرضوا على الاخرين رايهم. احنا ما عايزين نفرض على الاخرين رايهم، احنا عايزين نطرح عليهم ميثاق، والميثاق ده احنا قسمناه على كل القوى السياسيه ونناقش فيه ونعمل على الناس يتفقوا عليه. احنا بنقول النقاط السبعه بتاعتنا في ممكن الناس يضيفوا ولا ينقصوا منها او يفصلوا فيها، لكن المهم الان ان الاوان ان الناس يتفقوا على البديل، البديل للمستقبل حتى وإن اختلفوا على الوسائل. شكرا. شكرا السيد الإمام، فقد أغضبت علينا بفكرك المصفى وأمطرتنا من تأملاتك العميقة والمعالجات الثاقبة. الآن نتيح للإخوة الحضور الفرصة للتساؤلات والمداخلة، وآمل أن نختصر حتى يأخذ أكبر قدر من الحضور فرصة. سنسمح بخمس فرص يرد عليها السيد الإمام، ثم بعد ذلك نفتح فرصة أخرى. الأخ فايز.
أعمل من الإخوة أن من أي متقدم أن يذكر اسمه وإن أحب الجهة التي ينتسب لها. فايد عبد الرحمن، أتكلم نيابة عن نفسي، وأشكر أحد الإخوة والشيخ الصادق. وأشكر حب الأمة والشيخ الصادق على المحاضرة. وفي الحقيقة عاوز أقول في البداية إنه السيد الصادق موضع احترامي وموضع حبي، ولكن ما ينطبع عليه فكره هو موضع حربي. فأنا أكاد أتفق معه في حاجة واحدة، إن السودان في الوقت الحاضر يمكن يوصل بأنه هوبليس كيس، حتى يعني وصل مرحلة إنه فعلا يحتاج إلى إنقاذ للإنقاذ. دي متفق عليها تماما. وكل الكلام اللي قاله السيد الصادق يمكن نحن عندنا من معلومات اكثر مما هو قال لنا، باعتبار انه المناظر في واشنطن شهدت عدد من المتحدثين يتحدثوا عن سوء النظام وسوء الافعال في السودان. لكن في نفس الوقت انا ما عارف، واضح انه هو طالب نفسه كبديل، لانه قال نحن نبحث عن كانه حكومه جديده او ناس ينقذ البلد. وأشار لنا إشارة سريعة إنه ما نمشي للماضي. الحقيقة لا بد أن نمشي للماضي بالضرورة، لأنه هو أخذ فرصتين في البلد، وأنا بفتكر إنه هو جزء من المشكلة ذات أساسها اللي حلت في البلد. إذا قالوا غير إنه هو جزء من المشكلة، بفتكر إنه ما طرح لنا ذاته هسه شنو البديل اللي بيحصل، لانه نحن في الوقت الحاضر محتاجين فعلا، ما بفتكروا للانتفاضه الاخيره في السودان الا لانه فعلا الناس في حيره من البديل. وبفتكر انه السيد الصادق عنده مواقف كثيره متناقضه تماما، هو بيتحدث عن شيء لكن لما تيجي للفعل بيكون حاجه مختلفه، بيتكلم عن الديمقراطيه وهو ديكتاتور في الحقيقه. والديكتاتورية دي شهدوها حتى الناس المعاو في السودان، مش مسألة خارجة. أنا أقول الحتة دي بس لأنه أنا هل كل ما أحب حزب أمة، ناس علي طاعة، عبد الرحمن علي طاعة، والطيب علي طاعة، وياسين علي طاعة، ما بيعرفهم تماما. وهم كانوا بيتكلموا عن ديكتاتورية السيد الصادق في مجالسهم الخاصة. المبارك الفاضل يتكلم عن ديكتاتورية، بيتكلم عن الديكتاتورية لا يمكن أن يكون ديمقراطي. فأنا بفتكر إنه في كمية من التناقضات، لو المجال بيسمح كان الواحد يتكلم عنها كثير. وهسه في الوقت الحاضر هو بيتكلم عن النظام، في الوقت اللي قبل أيام قال إحنا البشير جلدنا ونحن ما بنجيب فوق الشوك. دي كمية من التناقضات كثيرة وأنا ما أدري أسترسل فيها، لكن بفتكر على أي حال الانتفاضة قادمة، لكن ما بفتكر إنه حيكون عنده نصيب في إنه يحكم البلد دي مرة ثانية. شكرا جدا. السيد الصادق في الميديا في أمريكا، و السرد الذي سرد السيد الصادق سرد من ناحية يعني نظرية شيء جميل كويس جدا، لكن احنا بنحاول نفتش الحلول. أنا عسكري، آخر لقاء كان مع السيد الصادق في مصر الجديدة في دار حزب الأمة في توحيد العمل العسكري، كان بحضور الفريق عبد الرحمن سعيد وياسر عرمان، لكل الفعاليات اللي كانت حامس السلاح في ذلك الوقت، وكان دعم للعمل العسكري. السيد الصادق هسه بيتكلم ما قال حاجه عن العمل العسكري، وانا زر عسكري وما اخذ بالقوه لسه بقول لكم لا يستريد بغير القوه. والسيد الصادق المهدي اذا ما عايز يشتري في العمل العسكري، القواعد بتاعت حزب الأمة هي قادرة، لأنها قبل كده حصلت عملتها في كنري ممكن أن تعمل تاني، والناس كانت متوقعة
انا هسه عندي اسئله وعندي ورق، مش عندي ورق، انا مكلف بعمل ورقه عسكريه لورشه قادمه داخل السودان. وانا داير السيد الصادق المهدي يكون واضح وصريح. الشيء السرد ده كله ده شيء جميل جدا وما في اي حاجه، والمعلومات كلنا عارفيننا، واي شيء احنا اي تعرفين اكثر من يعني. لكن في النهايه احنا عايزين اليات واضحه ومحدده، وعايزين الناس تجينا هنا باشياء، لانه ليس مره كما سمع السيد الصادق قال من الداخل من القواعد الجماهيريه، واتبع السيد الصادق في كل الحكومات وكل الاحزاب وكل الانقلابات العسكريه قامت في سياده السيد الصادق. مع احترامي والتقدير للسيد الصادق، وزي ما قال الاخ احنا البيت كله انصاري، ونحن حنكون غير من انصار ولا غيره، لكن احنا سودانيين في النهايه. البلد بيغرب، عايزين حلول عادله وهسه ناو اليات لاسقاط هذا النظام، وغير البندقيه انا ما شايف اي كلام. شكرا. سؤالي الأول السيد الصادق المهدي عدنان أحمد أحمد. السؤال الأول حول حماية المدنيين في مناطق دارفور وجنوب كردفان من النيل الأزرق نوف لايزون أو حسب رأي السيد الصادق المهدي فيو. الموضوع الثاني هو أنت تكلمت عن الدولة المدنية، مرجعية الإسلامية، هل هي نفسها الجمهورية الإسلامية اللي كان في الدولة الصادق المهدي في تاريخ السابق أو لا؟ الحاجة الثالثة، نحن كمجموعة سودانيين موجودين في المنطقة، شنو الطريقة؟ ما حنقدر نشارك في مظاهرات، في نظام، في نقابات، في غيره، لكن كيف ندعم تغيير إيجابي في السودان؟ شكرا جزيلا. بتكلم عن الجبهه الوطنيه العريضه. طبعا السيد الصادق شكرا جزيلا لحزب الامه وللحديث اللي امتحت به. زي ما قال الاخوان هو حاجه نظريه حقيقه، عايزين رؤيه واضحه لحزب الامه. هو قال في الاجنده الوطنيه وذكر منها دستور عريض. الدستور العريض ده ما وضح لنا غير انه هو المرجعيه حقته حتكون اسلاميه. إسلامية كدين ولا استنادا لبرنامج الصحوة طرحته في 86؟ ده السؤال الأول، لأنه النظام في الخرطوم أو الحركة الإسلامية بتفتكر إنه حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي مرجعيته دائما مرجعية دينية، فهل حتتكرر نفس التجربة، خاصة إنك أنت ذكرت في حديثك إنه حتستصحب التجربة بتاعت مؤتمر القرارات المصيرية في 95. المؤتمر بالتحديد ألغى قوانين سبتمبر، وكل القوى السياسية أجمعت على عدم استخدام الدين في السياسة. بدأ تناقض هنا في النقطة دي، لأنك أنت قلتها حتستصحب التجربة دي، وبتقول إنه نعمل مؤتمر ثاني مشابه للمؤتمر ده. المؤتمر ده بالتحديد خرج بالتوصيات دي، إلغاء قوانين سبتمبر وعدم استخدام الدين في السياسة. الجبهة الوطنية العريضة طرحت نفس الفكرة مع عدم وضوح انه حيكون في حل عسكري او اليه عسكريه. ليه ما اشتملت في تصوراتك؟ وهل تفتكر انه الطرح اللي انت طرحته ده قابل لانه يتم التصويت عليه؟ هل الدستور العريض اللي انت تفتكر حتخده هل حيتم التصويت عليه من كل قطعات الشعب السوداني، ولا هي فكره لو نجحت التغيير حتنطرح؟ وشكرا وكيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاسب الإمام
ثناء على السيد الإمام الصادق، ورغم أنني لست من بيت أنصاري بل من بيت خدمي، ولكني أحسب أن السيد الإمام هو من أنسب القادة للشباب. أنه يتميز بمزايا لا توجد في سائر السياسيين، فهو أولا من بيت كريم، وهذا شيء مهم جدا في أمر السياسة، أن يخرج السياسي من بيت كبير. البيوت الكبيرة هي التي صنعت السودان وصنعت تاريخ السودان، وما صارت هذه البيوت كبيرة إلا لأنها تقوم على قيم اجتماعية وثقافية وأخلاقية، ومن تربى في مثل هذه البيوت لا بد أن يتشرف هذه القيم ويتمثلها في حياته. وكذلك ظن السيد الإمام وهو لا يعتمد على هذه الإرث، وإنما هو صاحب مساهمات فكرية وسياسية وثقافية، وهو إنسان محبوب في أخلاقه وفي طريقة معاملته مع كافة الناس. كذلك أنا أرى أنه ينظر إلى السودان كما ينظر صاحب البيت إلى بيته، وإن استأجر هذا البيت أو اغتصب فلا يزال ينظر إلى هذا البيت أنه بيته، فلذلك هو قلبه على السودان ولا يتحمس كثيرا لهذه يعني الثورات غير المؤسسة على العقل والحكمة. كذلك السيد الصادق من المتابعين وله رأي في كل حدث يحدث في السودان، سواء كان مكتوبا أو كان أو يعبر عنه شفافا، وهذا شيء لا يوجد في كثير من السياسيين، لا يوجد في كثير من السياسيين، هو دائما له مكتوب وله مساهمة جائزة. الآن وقت المكبر السيد الصادق لإجابة على الأسئلة والاستفسارات المطروحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الأخ فايز، أنه يعني أنا أخذت فرصتين وأنا جزء من المشكلة، وعشان كده ما عندي فرصة. أنا مواطن يا أخي كمان، وعندي حق أتكلم. أنا ما أتكلمت على الدليل الخدمي، أنا بقول في مشكلة تعالي شوف نحلها كيف، الرد على ده أنه نحلها كذا وكذا، مش أنك أنت ما مؤهل تتكلم. هل في إنسان سحب من ناحية المواطن عشان يقول رأيه في السودان؟ ما ساعي عشان أكون رئيس حاجة. أنا أعرض عليك كم مرة أبقى رئيس وزراء، هسل من نظام أعرض عليك كم مرة عشان أبقى رئيس وزراء. أنا قلت السؤال مش من يحكم السودان، السؤال كيف يحكم السودان. وبعدين المقعد الحالي ده ملالة لا لا طبعا زين اخبار الجميع ما عارفين البرنامج، لكن من لا ما اعتقد انه انسان يعني طبعا كده يمشي يبرد فيها. لكن على اي حال مش صحيح انه انا بتكلم على اني انا عايز فرصه ثانيه، والكلام على انه يعني انا اخذت فرصتين هاي، انا حكمت مرتين، لكن حكمت مرتين و
لا يستطيع أحد أن يقول أنا تعديت على حقوق الإنسان. ولا أننا تعديت على حقوق الإنسان ولا أننا نحن اعتدينا على الخدمة المدنية ولا على قومية القوات المسلحة ولا على استغلال القضاء ولا على أي واحدة من هذه الأمور. ولا على حريات الصحافة. أنا الصحافة المعارضة تشكو فيني بين النهار ولا اشتكت ولا كنت عمال هم ولا هم يعتذروا لي يقول لي متأسفين نحن أسئلنا إليك بنبيع جرائمنا بشديد. على كل حال إحنا رأينا حرمان الشعب السوداني في الوطن لا حزب ولا نقابة ولا غيره إحنا اعتدينا على حقها. ولذلك هي مسألة أنا كنت جربت مرتين بعدين سويت شنو في المرتين إحنا التزمنا في أثناء المرات دي بعفة اليد ما في إنسان يقدر يقول شنو تعريفها بل أنا كنت ما باخذ مرتب ولا بسكن في الحكومة ولا بتنقل بوسائل الحكومة. ده كان السمة اللي كنا شغالين بها. لكن طبعا يعني للمعارض أن يرى في هذا كله ما يشاء. لكن النقطة المهمة أنه أنا دكتاتور. الحقيقة أنا النقد الأساسي لي أنه أنت وتناس أكثر من اللزوم ولا يستطيع أحد. أنا ما بتكلم عن الناس اللي قاعدين تحت الشجرة ويتكلموا لكن أنا بتكلم الناس اللي اشتركوا معي في الحكومة واللي اشتركوا معي في الحزب أصلا يوم واحد أنا ما فرضت على الناس رأي. أنا عندي رأي لكن ما بمشي فيه إلا إذا كان الناس اقتنعوا وعدلوا. ما يستطيع إنسان أنا ما دخلت في منصب أصلا إلا منتخب وما في أي موقع من المواقع دي فرضت رأي على أحد. وأشياء كثيرة جدا أقول داعي بلغة ما شفت غيرها أنه أنا يعني دكتاتور. دي أول مرة أسمع دكتاتور. أنا حقيقة بيتكلموا على أني بدي فرصة أكثر من اللزوم للرأي الآخر وبحترم أكثر من اللزوم الآخر الرأي الآخر. وعشان كده يعني أنا بعتقد أنه وجدت شعبية مش لأني أنا وفلان وزين وزعمات هذا الناس كثيرين عندهم مكانات لكن أنا وجدت شعبية لأنه الناس وجدوا فيني أنه بمثل وبعبر عن وثلهم في كرامة الإنسان واحترام الإنسان. ده الموضوع اللي أنا بعتقد أنه كان السبب. أنه أنا قلت المشير جريدنا دي كلمة سخيفة قالوها بعض الناس. أنا ما قاعد أشكل أي زول ما قاعد أتقرب لأي زول. والحقيقة أنا قلت الآتي. أنا قلت في ناس في حرفوها الجرائد بتاعت المؤتمر. أنا قلت في ناس ما بهمه بيحصل شنو في السودان جداً ما يبدأ يدور فيه الشغل. ده التعبير أن الناس إحنا بهمنا بيحصل السودان شغل لأنه جداً ما بندور فيه الشغل. أنا بتكلم عن السودان ما بتكلم عن أشخاص. استحيل أنا ما قاعد أتكلم ولا في البلدان تطوف فيها دي في مقابل رؤساء ومقابل زعماء ويوم واحد ما شكل دزول. بقول موضوعية مو مشكورة ما هو شكله ولا أتكلم ولا بشخص من القضايا عشان أقول ولا ولا لا. يعني ما عندي نصيب في حكم السودان والله إذا كان جمهورينا أو أغلبية السودان هاي لكن إذا أهل السودان الأغلبية عندها رأي آخر هي بتفرض الرأي مش الجمهورية. بعدين أنا تكلمت يا حبيب ولك حبيبتي يعني من باب التغريب. أنا تكلمت عن أنه ما نتكلم عن الماضي لأنه أنتم ماضيكم برضو فيه حاجات عجيبة جدا. أنا حاسس أنا فتح لك بعض الهياكل العظمية في أدراجكم. أنتم استمريتوا تشكوا في إيميلي 16 سنة. كل ما يذبح لهم مواطن تشكوا. كل ما يذبح أكبر دكتاتور في تاريخ السودان الحديث كل ما يذبح إنسان تشكوا. لأنه قالوا ده بيخلصهم بينجيهم من الطائفية. حقوق الإنسان للإنسان كل الإنسان لذلك خطأ بسيط جدا جدا. إذا أنا ما تكلمت عن الماضي عشان ما أنا عارف الملفات الناس كلهم عندنا. ولذلك أنا عايزين ننزل الملفات ونتكلم ننزل الملفات. أي زوري هنا بنزل ملفاته وبنزل ملفات وصار ملفات
لكن بنفتكر انه تم الوقت في العالم ولا عايزين نحن في الوقت. عشان كده انا قلت العباره دي مش لانه عندي حاجه اغطيها ابدا. انا قلت الكلام ده عشان احنا ما نقعد نصرف عن سويت وما سويت وفلان سوى وما سوى. نتكلم في المستقبل ما نتكلم في الماضي. لكن الدائرين نتكلم في الماضي هاي ما عندنا مانع نتكلم فيهم بأقوى صورة ممكنة. إذن يا أستاذ أنا لما تكلمت عن هذه المسألة أعتقد أن ما نتكلم في الماضي والله ما قصدي أن ما نتكلم لأنه أنا ممكن أقول هنا هو أفاخر سوينا وسوينا جبنا استقرار السودان وكتبت ميثاق أكتوبر وكتبت ميثاق الانتفاضة وأول شكل في الغربي معناه بدون كلام. إحنا دلوقتي نتكلم في حاجة تانية نتكلم السودان في خطر. انتبهوا للسودان في خطر خليكم من أحقادكم خلونا نركز على السودان في خطر نشوف ما نقول فيه. نحن ما نتكلم عن أصلا ما قاعدين نتكلم عن أنه إذا جينا عشان تنتخبونا إحنا جايين عشان نقول يا أخوان السودان في خطر خلونا نشوف نسوي شنو. أنا قلت لكم في سيناريوهات قولوا نحن مع دي ولا دي ولا دي ولا دي غلط ودي صح. بالنسبة للمستقبل بالنسبة للماضي احنا قلنا تقوم هيئة تقوم مفوضة عشان ما تعمل دراسة تعمل مساءلة حقيقة ومصارحة لكل الأعمال في الماضي ما في مانع. ده عشان كل زول يعني يحاسب بما فعل. ما عندنا في دي مشكلة ولا عندنا غش مرة ولا عندنا حاجة نسأل. وإذا كان عندنا حاجة لسه بنجيبكم نتكلم معكم مفتوح كده ليه؟ أنتوا عارفين قيادات كثيرة جدا بتجمعهم كده؟ ما بتجمعهم كده تزور تزور منكم ما تتكلم معكم ولا تواجهكم ولا تلاقي الصحافة ولا تزوروا. إحنا ما بنزوروا بنجيبكم نتكلم معكم ونجمعكم ونسمع كلامكم شتمونا في برضه نسمع كلامكم. الأخ مجاهد يعني داير يكون صادق مع اسمه لكل امرئ نصيب فيه. بس يا حبيبي الجهاد ما بس قتال. الجهاد كبير كلمة حق عند سلطان الجائر وجهاد النفس والجهاد بالمال والجهاد بالكلمة. الجهاد ما وحده قتال. جهاد في القتال الإسلامي فيه ضوابط كثيرة. على كل حال ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. نحن استردينا الديمقراطية مرتين بدون القوة. استرديناها مرتين بدون القوة. استرديناها مرتين بدون القوة. وده حيحصل تاني. لأنه هي القوة ما بس أنا ضربت المثل بشيلي. طبعا الناس ما دايرين يسمعوا. أنا ضربت المثل بشيلي وأسبانيا والبرازيل وأوروغواي وقلت الناس دي حصل فيهم الناس قاموا والأرجنتين حكومات عسكرية يا حجاري زي حالتك دي سلمت للقوة الناعمة سلمت للقوة الناعمة. أما أن البشير من الحكم الحالي مش حيسيب السلطة إلا بالقوة. نحن هسه وسعنا هامش الحرية بشو بكفاحنا ده كفاحنا الحكم وسعنا هامش الحرية وصلنا للحالة اللي احنا فيها دي. وعليه حال احنا ما قاعدين نقول لا عايز يمشي للقوة ما يمشي للقوة ما قلنا لك ما تمشي لكن بس ما تلزمنا ببرنامج. احنا شايفين يعني ما انا وضحت الكلام اللي تقول والله ان احنا يعني النظره العاقله يا فلان والله ربنا يوفقكم لكن احنا دربنا ثاني وبيصل اول اليسر في ذلك فليتنافس المتنافسون. ده الكلام العاقل مش يجي زول يقول لك ما في غير كده ما في غير كده كيف ما احنا قلنا كده. يعني النظره الاقصائيه للاخر دي ما فيها ديمقراطيه. انت تقول والله احنا فينا رايكم لكن رايكم ده احنا فينا رايكم لكن رايكم ده ما وصلنا. احنا وصلكم بالطريقه بتاعتنا القتاليه ونحن انا شرحت المحاذير في دي لكن خلاص انت تقول كده بس ما تقول انه ما في طريق ثاني لانه احنا عندنا طريق ثاني ما بتلغينا ما في اي سبب تقدر تلغينا به. انت كده تقول اي امشوا بطريقكم ونحن ماشيين في طريقنا والسابق منها الجواد كده تقول. لكن تقول لنا انه لا ما فيش دي ديكتاتورية عسكرية لا تليق بالكلام فيه وحوار. إنسان يعترف بأنه الآخرين عندهم رأي يقول رأيهم أنه يقول رأيكم ده نحن ما معه لكن نحن ماشيين في دائرة ثانية ما في معنى لكن بس ما في غير كده والبندقية طيب أمشي يعني مو قال لك ما تمشي يعني ما في دور قال لك ما تمشي لكن إحنا قلنا لك
عندنا رؤية أخرى لأننا شايفين المندوبية خطأ في الظرف السوداني وهو كله يعني في وضع السيف في الموضوع يعني هي في كل حاجة لها حوبتها ما كل حاجة حوبتها واحدة. عايز يقول أو بيقول أن عايزين منكم كلام واضح يعني كلام المعسكري ما واضح لا كلامنا واضح لكنه معسكري العيب في شنو؟ احنا نتكلم احنا بنقول كده أنه احنا عندنا تراث جهادي آية عندنا تراث قتالي آية عندنا وممكن نستفيد نستخدمه آية ممكن لكن ما شايفين ده المحل المناسب لاستخدامه ما شايفين السودان احنا بنفتكر فيه إمكانية ثانية لكن صحيح عندنا تربية جهادية أنا أولادي وبناتي عساكر كلهم وعساكر مستعدين يكاتبوا في أي وقت ومستعدين في تربيتهم وجسمانهم وقدراتهم وكده يكاتبوا وكلهم مربيين بخشونة بالمناسبة يكاتبوا في أي وقت لكن ما 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 ظرفته ما ناسبته إحنا عندنا بنستخدم الجهاد كتربية ونستخدم العسكرية كتربية وأنا بحترم العسكرية جدا كتربية لكن ما الاستخدام في أي وقت استخدام في الوقت المناسب ده اللي نقول وإحنا عندنا استعداد عسكري أي وعندنا ناس عساكر وأنا أغلب أولادي عساكر وبناتي كذلك لكن إحنا ما عندنا يعني بس لأنك عندك ركازة لازم تضغط في ناس لا إحنا عندنا استعداد لكل الظروف مش لكل ظرف أنه الانقلابات كلها حصلت في زمن صادق انت بتكتب تاريخ براك يا حبيبي اول الانقلاب الاول انا الطالب ده الانقلاب الاول والانقلاب الثاني انا ما كنت في السلطه انا في السلطه السيد محمد احمد حجازي الله يرحمه الحال المرحله الوحيده انا كنت فيها في السلطه الانقلاب بتاع الانقاذ لكن الثانيه كنت منها ولذلك حصلت كلها في زمن صادق ده يعني إساءة سمعة ما حدث يعني الدور المزيد يجي يقول يزيد دار الناس يقول كلام صادق وينحرى الصدق ما يقول صادق على كده لأنه في زور لا كده جايز يكون سمع الكلام ده ومشى في المدينة صح السؤال عن الأخ عدلان حماية المدنيين في السودان ما رأيك؟ بالمناسبة الناس اللي لفتوا نظر الأسرة الدولية لما حدث في دارفور هم نحن احنا مشينا عام 2004 وزرنا المعسكرات بتاعة النازحين واللاجئين وزرنا بتاعة النازحين وقابلنا مجالس الشورى بتاعة الزغاوة و بتاعت الفور بتاعت المساليب وجينا في مدرمان وعملنا مؤتمر صحفي وقلنا حصل تعديات على حقوق الإنسان على حقوق الإنسان وقلنا حصلت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانين وبعد كلامنا دار مجلس الأمن رسل بعثة والبعثة جاءت وقابلتنا في مدرمان وتبنت كلامنا ورفعت تاني مجلس الأمن نحن مهتمين جدا بحماية المدنيين ولما حصل التعديات في كل المجالات وكلامنا أنه لما قامت الحرب في جنوب كردفان في جنوب النيل الأزرق كان كلامنا واضح جدا أنه الحرب ما صحيحة ويجب تجنبها وأنه حتما لازم تقيف وقف إطلاق النار طالبنا بالتحقيق فيما حدث وكيف حدث وطالبنا بوقف إطلاق النار وعملنا مع كل الأطراف عشان ندعو لذلك صحيح كلامنا ما سمع لكن ده موقفنا من هذا السؤال عن حماية المدنيين. الكلام على الجمهورية الإسلامية نحن دلوقتي طبعاً الناس عايشين في قبل 20-30 سنة ما قاعدين يشوفوا الناس بتتطور إخواننا الدنيا بتتطور. أنا هسه عندي كم كتاب في الموضوع ده. لو سألت نحو مرجعية إسلامية متجددة نحو الدولة الإسلامية الدولة في الإسلام وأنه ما في دولة في الإسلام أصلاً في مبادئ لكن ما في دولة. وتكلمنا عن أنه في معالم الفجر الجديد إحنا بنتكلم عن أنه
الدين ما ممكن تضبطه في الحياة العامة، لكن لازم تضبطه بحيث أنه لا يتناقض مع حقوق المواطن. والكلام ده مفصل حتى في الوقت الميثاق الوطني بيتكلم بوضوح إيه معنى العبارة دي. إحنا نقول الدين ما ممكن تضبطه، لكن تضبط علاقته بالسياسة بحيث أنه ما يتعدى على حقوق المواطنة، تكون فيها مساواة، حقوق المواطنة تكون فيها مساواة. والميثاق الهسه نطرحه واضح فيه 10 مبادئ، منها توضيح حقوق الدين. وظننا حتى الكلام هذا بأنه في العالم العربي كله حيضطر أنه لازم يأخذ منهج فيه توفيق بين الدين والسياسة لا يتناقض مع المساواة في حقوق المواطن. عليه حالة موضوع طويل لكن ممكن نتكلم فيه، لكن ده رأينا. ما نتكلم عن الجمهورية الإسلامية ولا نتكلم عن الحاجات دي. البيقول الجمهورية الإسلامية كان ناس الاتحاد الديمقراطي، إحنا نتكلم عن الصحوة الإسلامية. لكن على أي حال الموضوع ده فيه تطور. ناس ما واقفة في حتة واحدة، لأنه أمامنا مشاكل بنعاني هذه المشاكل. الإمام ابن القيم بيقول الفقيه المستحق لهذا اللقب لازم يعرف الواجب اجتهادا، ويعرف الواقع ويزاوج بينهما. نحن نعمل كده، نعرف الواجب اجتهادا ونعرف الواقع ونزاوج بينهما. وده بيعني الواقع لأنه متغير، الفتوى والاجتهاد برضو متغير. على كل حال أنا عندي كتابين مهمين في الموضوع ده. الكتاب بتاع نحو مرجعية إسلامية متجددة، والكتاب الثاني هو الجديد طبعا الأسبوع اللي فات في القاهرة اللي هو معالم الفكر الجديد، ودي بتوضح المعالم. وبعدين الميثاق الوطني، الميثاق الوطني بيوضح المبادئ اللي احنا بنتكلم فيها بالنسبة للموضوع ده. ما في كلام عن الجمهورية الإسلامية زي ما بقول، دي مرحلة أصلها فاتت، وكمان كانوا بيتكلموا عنها الاتحاد المشنع. كيف ندعم تغيير إيجابي؟ ده سؤال محترم. بدل ما يقول يقول لنا سوينا أو نشاف. الناس ممكن يعملوا كلام كثير جدا جدا. أنتوا في الموقع، أنتوا عندكم مواقع. الناس ممكن يعملوا اتصالات، يعملوا مذكرات، يعملوا مساهمات، يعملوا تبرعات، يعملوا إعلام، وسائل كثيرة جدا. المهم يا ريت لو قالوا أخواننا وأخواننا في المهجر يتبعوا ويعملوا مؤتمرات يقولوا نحن عايزين تغيير في السودان، وحنعمل كده. حنعمل كده عشان ندعم هذا التغيير، لأنه عندكم إمكانات أكثر من غيركم، على الأقل عندكم حرية أكثر من غيركم، على الأقل عندكم حرية أكثر من غيركم، دي إمكانية. الناس في المناطق الثانية بيعملوا لوبيات في الكونغرس، بيعملوا لوبيات في البرلمانات، بيعملوا لوبيات للسياسيين في البلدان المختلفة، يرتبوا نفسهم عشان يعملوا حاجة زي دي عشان يكون عندهم أثر في ما يفعلوه. يعني أنا أقول إنه أنتم فعلا عندكم إمكانية كبيرة جدا، وعندكم إمكانية أنكم تقترحوا للأحزاب ذاتها السياسية بتاعتكم وما بتاعتكم، لأنه قضية قومية، ما قضية بتاعت أنه أنت ما حزبي أنا بسمع كلامك. لا، أنتم لو عملتوا أي عمل ممكن تساعدوا في أنكم يعني تساهموا، باعتبار فعلا الناس اللي في المهجر ديل ناس عندهم كفاءة أعلى عالية، عندهم شغل، عندهم اتصالات، عندهم وسائل انتخاب أكثر، عندهم قدرات. يعني هم مش بسيطين. أنا بقدر السودانيين اللي هسه برا السودان 20% من السودان، عدد كبير جدا. ما اتحركوا في أي اتجاه، قولوا احنا مستعدين يا أحزاب المعارضة، احنا مستعدين نديكم، نحجز لكم ساعتين في الفضائية كل يوم، احنا مستعدين نحجز لكم ساعتين في الاف ام كل يوم عشان الإعلام. اتحركوا قولوا شيء عشان الناس يقولوا. يعني الناس يعني مش بس لما تجي مناسبة زي دي ويقولوا للناس حشاش قديمهم أنا بحش، لا يقولوا احنا عملية ماشيين نسوي شنو. وانا بقتل عليكم هسه تعملوا مؤتمرات تجمعوا القوى السياسية كلها وتتكلموا بوضوح احنا والله يا اخواننا دايرين نسوي كده. خلي القوى السياسية تقول لكم ما فيه، وبعدين تقوموا تدينوا انتم. لكن بيكون في ذلك الوقت انتم تحركتوا تحرك ايجابي. وبالمناسبة القوى السياسية ذاتها بتحس بمبدأ القوى الشعبية،
كل ما النبض يكون عالي كل ما هي بتتحرك، وكل ما النبض يكون واطي بتتحرك او بتحمل او على اي حال ما بتشتغل. لكن يكون كويس جدا لو هسه نحن في جلستنا دي انا جيت قعدت الكلام ده وجا واحد ولا واحده قال والله يا اخوان احنا درسنا الموضوعات دي نحن راي لكم كذا كذا ندعم الاعلام بكذا وبسوي كذا وبسوي كذا وبسوي كذا، والله يكون كلام كويس جدا ومحترم وما في شك اي انسان بيرحب به، لانه كلنا دايرين تغيير وكلنا دايرين ننقذ البلد. في بعض اخواننا يعني من الفصائل المختلفه التنفوريه دايرين بنشاطات في اطار القضيه بتاعته، لكن انا بعتقد حقه يكون في تحرك على اساس قومي والناس يشغلوا نفسهم في الموضوع ده ويساهموا. ايه المانع ان الناس يتجمعوا ويعملوا مؤتمرات ويقولوا احنا دايرين دستور في السودان فيه وكذا وكذا وكذا؟ ما نشوف انتم عندكم حريه وعندكم حريه حركه، ما نشوف تحرروا في اتجاه زي ده وتقدموا مقترحات زي دي للاحزاب السياسيه وللقوى السياسيه وتقولوا ما بيعمل كده نحن معاه واللي بيعمل كده نحن معاه حتى لو ما عنده حزب، ليه ما نعمل كده؟ وتعملوا الناس حافز حافز في انهم يقدروا معاكم موقفكم. انا بفتكر السودان المهنه لله فيه كفاءات عاليه جدا وكبيره جدا، والسودانيات والسودانيين يقدموا عندهم مواقع كثيره جدا ويعني انجازات كثيره جدا. خلاص انتم بموجب هذه الاشياء ما دام ركبتوا لون حمراكم السيده امام بدر الدين قالت هي برضه تسال من معنى المرجعيه الاسلاميه، وانا قلت لها انه ده موجود في النساء هذيك نسخه منه وفيه ضبط العلاقه بين الدين والدوله فيما لا يتناقض مع حقوق المواطنه. ويعني هل تستخدم نفس التجربه؟ لا، احنا نتكلم عن افق جديد ما نفس التجربه. يعني المؤتمر بتاع اسمر، احنا نعتقد مؤتمر اسمر ده لو يتبع في اتفاقيه السلام لكان هو الاساس الافضل، لكن ما حصل. لكن احنا ما تكلمنا عن اكثر من انه قلنا ايوه هيستغل الدين في السياسه، وقلنا انه لا بد من ان تكون الحقوق والواجبات تقوم على اساس لا اقترحناه ونحكي لنا مؤتمر القضايا المصريه تقوم على اساس المواطنه مش تقوم على اساس الالتزام الديني. ونحن اللي تكلمنا ونادينا بالغاء قوانين سبتمبر باعتبار انها هي ذات مشوهه للاسلام، ولذلك ما في خلاف في الموضوع ده. احنا نرى انه فعلا لا بد من مراعاه يعني، ونفتكر انه قرارات اسمره كانت هي قرارات نيرة وجيدة، ولو كان اتفاقية السلام نفذت قرارات أسمرة دي أو توصيات أسمرة لكان أفضل كثير جدا من اتفاقية السلام العملية. إنها هي اتفاقية السلام لأن محافظة من أسمرة دخلت في المشكلة. النقطة الأخيرة رد على كلام الأخ هاشم، مشكور على الكلمات الطيبة اللي قالها، ويعني أنا بقول دي من الحاجات اللي بتخلي الناس يعني يفتكروا. انا بواجه انتقادات كثيره وما بتضرني، لانه بفتكر الانتقاد الصائب والله انا اشكر سيده عليه. زي ما قال عمر رضي الله عنه رحم الله امرا اهدى لنا عيوبنا، مش واحد يقول لي انت مو بذلك يسمك فيها وهم يسمك انت ما يعني ده تمام كلام، لكن يعني كلام النقد هو حتى والإضراء لأنه والله عملت كويس برضه كويس، لأنه زول زي ما قال الشاعر سعد العود ما بيجيب النار بل يفركوا، العود ما بيجيب النار بل يفركوا، فكنت خيرك على الفرقة لكن يعني أنا برضو إذا كان الناس عايزين ينتقدوا ما في أي مانع. أنا بفتكر النقد يعني حاجة مفيدة، بس نقد مش
نجد. التعليق الأول عن كلام الإمام الصادق المهدي عن إنه الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق هي حرب الوكالة. ده كلام خطير لأنه فيه تقليل كبير للوعي الجماهيري بقضايا المناطق دي لدرجة وصلهم إنه يشيلوا السلاح ضد الحكومة في المركز. ما حرب الوكالة برضو الكلام ده الإمام حيقول لي إنه نحن ناس جنوب كردفان والنيل الأزرق مرحبين وكانوا جزء من الحكومة وكذا. دي ما المشكلة، المشكلة يمكن تكون هي فلتة إنه دي حرب بالوكالة، لكن هي ما حرب بالوكالة، دي حرب حقيقة بتدافع عن قضايا المواطنين في المنطقة. التعليق الثاني إنه الحرب هي أصلاً فرضت على الحركة الشعبية. الإمام يعلم الكلام ده تماماً في إنه الجيش السوداني حاول ينزع أسلحة الجيش الشعبي بدون اتفاق لترتيبات أمنية. الموضوع ما له علاقة بالانتخابات. الانتخابات انتهت، حركة شعبية طلعت بيان قالت تقبل ما بتقبل نتيجة الانتخابات وحط عريضة سلمية. الجيش السوداني مشى وحاول يشيل أسلحة الجيش الشعبي وده مولد الحرب في جنوب كردفان. الكلام ده عن المؤتمر الوطني إنه خسروا الانتخابات عشان كده ده ردة الفعل. لا، الكلام ده ما صحيح. النقطة التالتة، اتفاق كاودا. اتفاق كاودا ما تحالف عسكري، اتفاق كاودا تحالف عسكري سياسي. وثيقته إعلانه السياسي واضح جدا وبتكلم عن البديل، عن مش من يحكم السودان لكن كيف يحكم السودان، بيتكلم عن ده تماما. فالكلام عن تكييل اتفاق كاودا لانه هو اتفاق عسكري فقط ده ما كان صحيح. اتفاق كاودا عسكري سياسي عنده ابعاده السياسيه، والحركه الشعبيه وكل القوى اللي وقعت على اتفاق كاودا في اتصال مستمر بكل القوى السياسيه في الوسط عشان تحاول تتفاهم معهم لوجود ارضيات مشتركه تدعم العمل العسكري المسلح والعمل الجماهيري السلمي لاسقاط النظام. طيب 15 ثانية، النقطة الأخيرة، سؤال يتقدم به الأخ عدلان لو الصادق المهدي الإمام الصادق رد عليه إنه رأيك شنو في النو فلاي زون والإقاسة للمناطق المضررة بالحرب والانفستيجيشن انترناشونال انفستيجيشن للحاجات اللي بترتكبها النظام. شكرا. انا الثلاث دقائق الحد الاقصى، واذا اختصرنا اكثر بنشكر الاخوه المتقدمين. طيب بسم الله، الاسم محمد عبده. طيب انا اول بنبدا بنفتح الملفات القديمه. المايند جديد. واحد. قبل ما نفتح الملفات، أول حاجة دار أذكر السيد الصادق ذكر كثير جدا في حديثه إنه في خطر جاي على السودان، فذكر أكثر من 10 مرات. فأنا ما أعرف دارفور ده يعني جماعة ما السودان. دارفور ده خمس سنين قاعدة في الخطر، وما زال الناس قاعدين يموتوا ليل ونهار، ما ذكر في كلامه نهائي إنه الخطر ده اللي يجي في الخرطوم بعد ذلك إنه يبقى السودان معروض للخطر. ده واحد. الحاجة الثانية بالنسبة للملفات القديمة، أنا شخصيا يعني عندي رأي تمام جدا معارض لكلام
سيد الصادق بانه كل الاحزاب افراد الشعب السوداني بالداخل والخارج فشل في دار السودان. كلنا فشلنا دي حقيقه طبعا بنقولها، لكن الحاجه انا ما بقبلها انه يا اخي تعالى نعيد نفس التكرار والخطا. البديل انه انا عندي بديل، بديل واحد اللي هو وبعد 3 شهور من هنا انا بنزل السودان وبنزل الشارع، ده البديل. السؤال الثاني طبعا المطور الوطني ده عنده اكبر جهاز امني ربما كل الشعب السوداني عن. طيب ابنك عبد الرحمن هو في جهاز الامن، رايك شنو في الكلام ده؟ شكرا. بنتمنى ان السودان يكون مستقر سياسيا واجتماعيا. السيد الصادق تعرض لكثير من النقد، وانا بحيي الروح اللي قاعد اعمل بها مع النقد، الروح المعنويه عاليه. اذا اتيحت لاي واحد من في كوادر سودانيه كثيره جدا داخل وخارج السودان وكلهم مؤهلين مليون مره اكثر من الحكومه الحاليه، حكومه النميري والحكومات السابقه. انا عاشرت حكومه النميري وعشت حكومه النميري لحد عمر البشير، نحن واردين عن اي حكومه. انا بعرف او بسال مين في السودانيين معارض داخل السودان وخارج السودان عنده الجراه ويعجز في نفسه الكفاءه ليكون حاكم للسودان. وبسال السيد الصادق المهدي ايا كان من هو بالرحب بيه، لكن بسال السيد الصادق المهدي ما هي المساعده التي حيقدمها او حيعينها كسياسي ناجح لاي حاكم للسودان؟ وهل الحاكم الجديد حيرضي جميع الاطراف؟ هل الحاكم الجديد حيبسط جميع السودانيين؟ بس تفضل. الله يبارك شكرا. والله إذا لك رجاء شوية لك تريد هذا شو بتكلم. أنا أتذكر حاجة واحدة أسرة حبيبنا صادق المهدي، ما كنا في جامعة الخرطوم، كنا في اللجنة التنفيذية أحمد الطيب حرحوف، كنا في اللجنة التنفيذية ورفضونا كلنا، كانت الانجليزي البلد ومدير الجامعة انجليزي واحد فتح خشمه ما فيهاش كلمات يا بلدي. في الوقت ده رفضونا وما ندخلش في الداخل الجامعة. أوان السيد عبد الرحمن المهدي رغم أنف الإنجليز ورغم أنف إدارة الجامعة أوانا وسكننا، ولغاية ما في الآخر إدارة الجامعة خرجت ورجعت. وفي كل المواقف في نظامنا نحن في نظام الجامعة الخرطوم وفي طلاب السودانيين السيد عبد الرحمن وحزب الأمة بالذات كانوا عدد ورجال جزوا الأرض، وأنا اعتز الليلة وأنا الميقات وأنا الكتاب ده فيه نضال من نحن السودان، الكتاب ده جديد وشهد الله فيه 1000 نسخة، أجيب فيه يومين ثلاثة وراجع بعد شهر 1000 نسخة في السودان، والله أول نسخ تبشيرة. قلت عزيز سيد عزيز الله وأشكركم والله يخليكم. الجماعة قاعدين في البلد دي قاعدين في البلد دي ده أرضاك أورديا ابن أورديا ده بالنص سيد بودي أحسين كيا We are very facing horrible
انتهى الشيء. أنا very sure trustful أن الشعب السوداني حينتصر حينتصر. والسلام عليكم. عندي سؤالين سريعين لما تستاهل زمن الأرنب. لم تأتي في ذكرك عن حركة قوى الإجماع في السودان أو قوى الإجماع الوطني. قوى الإجماع الوطني لم تأتي على ذكرهم. أتيت على ذكر كلمة الديمقراطية الاجتماعية. هل أذهبت قليلا فيه؟ السلام عليكم. اسمي أديجة زبيرة وأسمان الطيب. Well, I can't have a really long introduction because I'm not really familiar with the history of politics. But my question is, and I apologize for asking in English because I think it's, well, it's my first language. He mentioned that 20% of Sudan is outside of Sudan, but I believe maybe 10% of that percentage are born in Sudan, and that's including us. We're the future generation. What is the role of the youth in trying to uplift Sudan in the future? And we're going to start very soon. I know you said to not linger in the past and focus on the future, but we're in the present right now. What can we do as the youth in outside of the country? And I know that I was born here, but inshallah one day I will go back. Not to be a politician, but to be involved in the health field. But you know, somehow a woman was born here and people say I'm an American. I'm, in the end, first and foremost, I'm Sudanese. And I want my country to be the best of the best. So what can we do as a youth to help uplift that? لا منعش من الغريب لأنه كلام مستقبل يعني. طيب الحبيب الأنور تكلم عن أنه أنا قلت حرب الرسالة. أنا قلت اتهموا بعض في الوقت على أنه حرب الرسالة. ودي الحقيقة إنه الأصل هو أنا أشرت من ده للشكوى اللي قدمت لبني سلام. الشكوى اللي قدمت لبني سلام من المؤتمر الوطني هي قايمة على كده. وبالمناسبة الطرف الآخر برضه بيهتم لأنه في حاجة من النوع ده. وأنا قلت إذا كان أنت تابعت الكلام الموافق بس ذكرت البحث عن النقد. أنا قلت أنه الناس عندهم حق. ناس جنوب كردفان جنوب النيل الأزرق عندهم حق في المشورة الشعبية. لو تحدي دستوري المشروع الشعبي ويوجب عندهم حق في ان يتم اتفاق سياسي معهم. وقلت انه لانه ما اعطي هذا الحق حصلت الحق. يعني انا ما عارف انه وين انت انا بس افتكرت انه جاي جايين ما عندهم قضيه. انا تكلمت عن انه عندهم قضيه في انه لابد المشروع الشعبي ولابد ان يحدد لهم لما تجي تعمل اجراءات في الجيش لا بد ان يشمل هذا الاجراء اتفاق سياسي. الكلام ده ما واضح انه لازم كان يحصل اتفاق سياسي. ولانه ما حصل اتفاق سياسي حصلت المشكله. كيف يقال انه انا بس بفتكر الناس دي زي ما عندهم قضيه؟ لا، افتكرت انهم قضيه وحددت عن هذا تحدثت عن هذه القضيه بان هم عندهم حق في المشروع وانه جيشهم ده عنده حق في انه في اطار الاتفاق السياسي يحدد له ماذا على مستقبل. لأنه ما حصل. ممكن أنت تتصرف من طرف واحد لناس لسه ما اتفقت معهم على الإطار السياسي.
أنا أظن الكلام كان واضح، ما فيه شك. الحرب اللي دارت في جنوب كردفان وجنوب البحر الأزرق، بالمناسبة نحن قلنا حاجتين. الأولى ضرورة تحقيق في هذه الأمور كيف بدأت. نحن ما قبلانين لا كلام الطرف الأول الطرف الثاني، لأنه نعتقد الحرب لما تحصل في الميزان بيكون رأي فيها، عشان كده نحن طالبنا بتحقيق كيف بدأ. لكن حيث ما كان السبب، المهم مش عندنا كيف بدأت، لأنه قال القصة حتبدأ لأنه الناس ماخدين مواقف مختلفة. لأنه قلنا التركيبة بتاعت اتفاقية السلام، كلامنا كان واضح، تركيبة اتفاقية السلام خلت الناس بالصورة دي في التصرفات اللي أدت إلى الحرب. لكن نحن طالبنا بحاجتين، طالبنا بفورية وقف إطلاق النار وإدانة الحرب من حيث هي فورا، لأنه فيها ضحايا سودانيين، وطلبنا بتحقيق قومي فيما حدث حتى يكون في بيان واضح مش من الطرف ده ولا الطرف ده يوضح الحقائق. ده موقفنا يعني، وطالب ببيانات يعني طلعت من حزب الأمة واضحة في الموضوع ده. الموضوع بتاع الكودة صحيح ما إنه بيتكلم عن اتفاق سياسي، لكن يا أخي المسألة دي القوة السياسية دي مش يعني قوة خاملة ولا موجودة في المريخ ولا في القمر، موجودة في الوطن. ليه ما يقولوا للناس ايه القوة السياسية دي؟ تعالوا نتفق، نحن كنا متطلعين لأنه يكون في مؤتمر اتفقوا الناس على الموضوع ده. يعني الحصل ده اتفاق في تقديرنا، اتفاق البندقية، ده كان ينبغي أن يسبقه اتفاق سياسي. البندقية هم بيتكلموا عن إزالة النظام وإسقاط النظام والنقاط الشعارات الغلور. كان ينبغي، وهسه بكلم، كان ينبغي قبل أي تحرك من هذا النوع، القوى العايزة تغيير في السودان ما هم الناس الحاملين البندقية بس، كثيرين كان لابد أن يكون في تشاور واتفاق ماذا نفعل، لأنه ده الوقت حيعمل استقطاب. انتوا عملتوا كل شيء وطرحتوا الناس على امر الواقع، ليه يعملوا كده؟ ليه يعملوا كده؟ لانه قبل كده حصل في الاتفاق بتاع اسمراء، الناس اتفقوا فيه، ناس مسلحين وناس ما مسلحين، لكن اتفقوا. ايه معنى انك تستعجل وتعمل اجراء زي ده؟ تدخل في شبهه بتاعت انك انت داير تفرض رايك بالبندقيه، ليه ده؟ فانت لما ما تكون الناس المعنيين تشركوا معاك في الامر هيجي عليك الاتهام، انك انت عايز تفرض عليهم الامر الواقع بالقوه. ده النقد. وبعدين كون جاءت متزامنه في الظرف الحالي ده مع وجود مراشقه عسكريه وحربيه ما بين المؤتمر الوطني والحرب الشعبيه برضه بيضع فيها ظلال اتهام. كان ممكن الكلام ده كله يتجنب. انا بتكلم على انه الثغرات دي حتؤدي الى هذا الكلام، ادي الى هذه الاتهامات بهذا المعنى. وما اعتقد اي سياسي يفهم الكلام يفهم انه ده كلام صحيح. في استعداد كان مفروض الناس يتكلموا، احنا ما موجودين في يعني خارج السودان ولا خارج الارض، ممكن الكلام معانا. والناس هسه الوسائل الكونفرنس والوسائل الالكترونيه دي والرقميه كلها متاحه. ايه معنى انه الاستعداد ده غير انه ده الامر الواقع؟ انتوا يا تقبلوا يا بلاش، ما بصح ده، ما بصح في السياسه، ما بصح وبيعمل نتائج ما كويسه. نحن عندنا افكار من نطرح في الميثاق ده من بدايه لمده طويله جدا، لكن ما قلنا للناس يا تقبلوا الميثاق ده يا بلاش، ما قلنا. وما بنفتكر انه يعني صح انه اي مجموعه تخط الموقف ده. على كل حال انا بقول لكم ده اجراء وقته مش مناسب وحيجيب اتهامات بتضر القضيه كلها. الكلام عن انه احنا اصلا قلنا لازم وقف اطلاق النار، وقلنا لا وجود وفي تحقيق فيما حدث، وطالبنا بده وعملنا لذات تحقيقنا ومتفقين انه ده الوضع الصحيح بالنسبه للي بيحصل في المناطق دي. ونحن متفقين انه الحاصل في وقتي دخل فيه مجلس الامن وحيجيب فيه نفس الريفيو اللي حصل في دارفور، نفس الريفيو. الاخ محمد عبده بيقول يعني انتم ما مهتمين بالخطا في دارفور، اذا الاخ ده ما كان بيسمع هذا، بيقول
أنا قلت نحن مشينا دارفور وقابلنا الناس هناك وقلنا وطالبني بكذا وكذا وقال له مجلس الأمن مشى بعد كلامنا ما سمعت يا وقال له إحنا متابعين الموضوع في دارفور كان زنق زنق كنت ما يحصل دارفور يعني تابع رصيدة جدا لأنه الدبنة السياسي وأجهزتها كلها الدبنة السياسي وأجهزتها كلها يعني معنكلة دارفورية ما 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 فيها أي نوع من التغيير لأي صور حاضر في الدبنة السياسي حاضر في الدبنة التنفيذي وحاضر في الجمعيات الهيئة المركزية أقول كل يوم ذلك إحنا نتابع الشأن الدارفوري ومتابعة رصينة جدا لأنه نعتقد أنه هم نحن ونحن هم وبالمناسبة إحنا دمن نصف دارفوري برضو ما تفتكر أنه نحن يعني عندنا يعني زي ما تقول يعني بعد إثني من دارفور وبعدين إحنا في مسيرتنا ذات مصاحبين غير المصاحبين أغلب قبائل دارفور. لذلك ما نعتقد أن موضوع دارفور ده بعيد عننا عشان نتكلم عنه وعنه حاجة يعني بعيد نعتقد دارفور نفس ونتعامل معاه بهذا الطريق لكن نحتاج نقول الخطر وبعدين بالمناسبة هم مو قالوا حكومة خالية من الدارفوري حكومة دي هم كمان دي كان شايفين فيها كل القبائل وفي تصنيفها ممكن تلقى جزء كبير جدا من دارفور هي خطوم ودومان ما تابع لقبيلة معينة هي تجمع كل قبائل السودان ولذلك أنا ما بنقول أنه ما في خطر ما بنتكلم عن هذا الخطر لا بد نفتكر أنه الخطر ومن زمان بنقول المشكلة ما دارفور المشكلة السودان في دارفور مشكلة دارفور قومية كلام ده كله بنقوله بوضوح تعرف مشكلة دارفور مشكلة قومية مش مشكلة جهوية لذلك أنا اما الكلام بتاع الجديد اللي الشارع فضل في دور الحكومه يعني الناس اللي عندهم وسائل اللي يعملوا فيها انا ما بنقول يعني بنقول لهم يعني احنا راينا هو الراي الوحيد ما في مانع احنا نفسنا لدينا شارع على المرات ما حصلت استجابه حصل كده ما حصلت استجابه لكن ما ده ما معناه ما حتحصل استجابه لكن اللي عنده استعداد زي ده انا في رايي يعني ما يتردد ولا له اذن لاحد فيما يتعلق بال اما انه ابن عبد الرحمن من هذا الامر ابن عبد الرحمن ده اصغر ضابط مجلس المعاش وجاء رجعوا الجيش ودرب في الجيش ورجعوا الجيش وانا المفروض تعالوا رجع الجيش لان احنا عايزين الجيش يبقى مؤسسه قوميه هو في القوات المسلحه لكن هم عملوا ده كنوع من التكفير عن ذنب عملوه فيه لانه اصغر ضابط ولازم يصدر معاش عشان اسمه بس ما له اي سبب ثاني ونحن بنطالب من زمان انه كل الضباط اللي مروا من الطريقه ما صحيحه اللي يرجعوا وعملنا للضباط اللي في المعاش دي ندوات كثيره جدا وورش كثيره جدا في الخرطوم في دار الامه ومؤيدين مطالبهم وإيدين مطالبهم في أنهم يرجعوا للقوات المسلحة وأنهم يرضوا كرامتهم كمان لأنهم مرغوب بطريقة ما فيها كرامة فإحنا يعني أنا لما قالوا عن دين رجل عبد الرحمن في القوات المسلحة وافقت هو في القوات المسلحة مش في الأمن لكن ده ما له معنى هنا ولا هناك إحنا حزب الأمة حزب سياسي ما متعلق بزيد ولا عبد ولا عبيد هو الآن ضابط في القوات المسلحة وهو كضابط في القوات المسلحة يعني في رئيس استرد له حقه اللي كان ضابط لكن موقف حزب الأمة ما بيقدروا أعضاء الناس الخدمة المدنية ولا القوات المسلحة بيقدروا حزب الأمة كأس فقرار كحزب سياسي بيمثل رأي الجماعة بتاعته فيه السيدة مايتة الحاكم الجديد والله نحن نعتقد الحاكم الجديد هو حق الناس يختاروه يبقى منتخب
الفكرة الأساسية أن حرب الجديد لازم يكون منتهى. نحن كنا نرى وما زلنا أن الناس ممكن يعملوا نظام جديد. يناقشوا هل إحنا عايزين نظام جمهوري ولا يعني رئاسي ولا برلماني منتهى. هيدخل الحسم في الدستور. لكن على أي حال الحاكم الجديد أو الجديد حقيقي منتخب عبر الدستور الجديد إن شاء الله. وأما فيما يتعلق بما نقدر نفعله اليوم يعني نحن هنظل نقول كلمة الحق. إذا كان هو إنسان كويس ندعم كل كلام كويس يعمله، وإذا كان منحرف بنعرض يعني مدنية مش إذا كان في مقاطعية. فده الموقف حيكون من الحاكم الجديد. الأخ أحمد الطيب يعني كتر خيره على الكلمات الطيبة اللي قالها، وكمان على التفاؤل لأنه الشعب السوداني حينتصر. أنا رأيي كذلك، الشعب السوداني حينتصر. الأمل كله أنه الشعب السوداني ينتصر قبل ما يتفكك السودان. ده كل الأمل المهم. الأخ الغدايم قال أنا ما ذكرت أبو الإجماع الوطني. لا أنا تكلمت عن الأحزاب صحيح، ما قلت صيغة معينة. نحن بالمناسبة قدمنا لقوى الإجماع الوطني، لأن طبعا ما ممكن أنا ما قاعد أتكلم عن إنسايكلوبيديا سياسية. أنا بجاوب على أسئلة معينة ما ذكرتها حاجات كلها، لكن فيما يتعلق بقوى الإجماع الوطني نحن قدمنا لها ثلاث حاجات. أولا الأجندة الوطنية كشيء يقبلوه أو يعدلوه زي ما يشاءوا. اثنين هيكل جديد، عشان نفتكر إنه الهيكل القديم ده كان ترهق أكثر من اللزوم. ثلاثة تسمية جديدة، لأنه التسمية دي عفى على الزمن ما عادت ريليفنت، ولذلك عايزين تسمية جديدة نسميها قوة استرداد الديمقراطية، نسميها عملنا ثلاثة أربعة أسماء عشان يناقشوها ويتفقوا عليها. وفي مثلا تداول حول هذا الموضوع عشان يتفقوا على هيكل جديد وعلى برنامج جديد وعلى تسمية جديدة لهذا الموضوع. كان ممكن لو تكلمت عن الموضوع ما سكون هذه الأحوال. سأل عن الديمقراطية الاجتماعية. أظنكم كنتم بتقروا دلوقتي كلام كبير جدا في الصحافة وفي الكتب وفي الأدبيات الأمريكية، أن الناس بيفتكروا طغيان المال أفسد الديمقراطية. لأنه مثلا زمان في السبعينات أعلى مرتب بنك أو أعلى مرتب في شركة كان 40 ضعف أقل مرتب، الآن 400 ضعف. 400 ضعف. بعدين المسؤولين في البنوك والشركات دخلوا في مسألة الديريفاتيفز دي، يتاجروا في الهواء ساكت. لذلك المتاجر في الهواء اللي مش في الواقع وما في القول المالية الحقيقية أدت إلى البابل والمشاكل اللي هسه موجودة في الإطار المالي. وبعدين بقى في كلام واضح جدا على أنه المال والإعلام شوهوا الإرادة الديمقراطية، ولذلك بقى في ديمقراطية سياسية ناقصة لأنه المال شوهها. وبقى في دلوقتي أدبيات كثيرة جدا بتتكلم عن الحكاية وبتفسر حكاية أوكيوباي وول ستريت إلى آخره بالمعنى ده. وأما الفكرة بتاعت اللي احنا هسه ناقشناها في المؤتمر بتاع نيويورك، أنه النظام الشيوعية سقطت فشلت والرأسمالية فاشلة دلوقتي، لأنها خلقت ظروف بتاعت إنيكواليتي ولاك اوف انكلوسيفنس. بقى ما في انكلوسيفنس وما في ايكواليتي، وبقى في تشويه للعمليات السياسيه ذاتها، وبقى الرئيس يعبروا عنه ذا ماركتنج اوف بريزيدنت، تسويق رئيس، باعتبار انه المال بقى الحاكم. ده كله تشويه للمال الديمقراطي، لانه الديمقراطيه تشوهت. ولذلك بقوا يتكلموا عن ضروره نظام جديد فيه يصفوه كابيتاليزم وذا هيومن فيس، انتليجنت كابيتاليزم،
يعني في معالم كثيره كلها فيها كواليفيكيشن للخدمه عباره بشكل ده خلقت طبقيه فظيعه جدا، وما ممكن هذه الطبقيه الفظيعه يبقى معاها في استقرار، ما ممكن. ولذلك بقى في ضروره للديمقراطيه الاجتماعيه دي. وده اللي احنا بنتكلم عنه في التكست. مثلا لما تمشي بلد زي مصر، اذا جيت انت قلت للناس انا هديكم اصوات واحمل لكم الاصوات دي صوتوا، ناس اكثر من مليون ساكن في المقابر وكذا عدد ناس عطاله والاسعار طايره، ما ممكن يتكلمني بانه انا عندي مثلا صوت. يعني كانه ده حل مشكلتي. لا بد من انك تحل المشكله الاجتماعيه، السكن والعطاله والاسعار يعني ده المعنى بتاع الديمقراطيه الاجتماعيه، انك يعني انك بتخاطب القضايا الاجتماعيه في المجتمع، ما تنظر للموضوع بس نديكم حريات ونديكم اصوات، لا، ادينا حريات اي، ادينا اصوات اي، لكن بالاضافه لده لابد من حقوق اجتماعيه توفر. ده المعنى بتاع الديمقراطيه الاجتماعيه. أريد أسأل سؤال، انا بفتكر انه مهم. اول حاجه انا منزعج جدا لحقيقه الالينيشن اللي بيحصل لشبابنا في الميجر، لانه شبابنا في الميجر سودانيين، ما في ذات الشكل عندنا عواطف هي سودانيه، لا بد يكون في نوع من التثقيف عشان ما هو السودان وما هي يعني الثقافه السودانيه. هذا موضوع مهم، يعني المساله مش يعني دلوقتي في كل مجتمع التثاقف له وسيله، فهم لا بد من